السلام عليكم، هذه تحية مني ومن فريق العمل في قناة سما الفضائية في غرفة الأخبار والبرامج السياسية، حيث ننقل لكم آخر التغطيات المتعلقة بتداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا. طبعا يعني للأسف أعلن رئيس الوزراء السوري بأن المدن والمحافظات التي أصابها الزلزال هي مناطق منكوبة، وبالتالي تحتاج إلى العديد من العمل، ساعات العمل ربما تأخذ سنوات، تحتاج إلى بنى تحتية جديدة، تحتاج إلى عمل دائم لإعادة ما تم تدميره من خلال هذا الزلزال الكبير الذي ضرب تلك المناطق. طبعا أعود إلى إحصائية كان قد ذكرها وزير الصحة السوري حسن الغباش، حيث أعلن بأن الحصيلة النهائية لضحايا الزلزال بلغت 1347 شخصا قضوا للأسف، و2295 شخصا ما زال جريح ويتلقون العلاج، ما بين أطفال سيدات ورجال يتلقون العلاجات اللازمة في المستشفيات الضرورية التي تأخذ بعين الحسبان أيضا العمليات الجراحية الدقيقة التي يحتاجها هؤلاء، بوجود فرق طبية إذا كان من وزارة الصحة أو وجود فرق طبية من الجيش العربي السوري والقوات المسلحة، والتي تساعد في تلك الإجراءات الطبية ونداء الاستجابة السريع لضحايا الزلزال. بطبيعة الحال نتحدث عن نقص كبير في المعدات الثقيلة ونقص في الكوادر الطبية وفي المعدات الطبية نتيجة العقوبات والحصار الذي طال كافة المناحي في سوريا منذ سنوات جراء الحرب التي شنت ضد هذا البلد. الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية والسيدة عقيلته يزوران حلب، وهي المدينة المنكوبة جراء الزلزال. كان هنالك محطتين للزيارة، المحطة الأولى هو مشفى حلب الجامعي، والمحطة الثانية موقع ميداني، حيث ما زالت الكوادر تعمل لانتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض. وصرح أمس مدير أو رئيس مجلس مدينة حلب بأن أربع بنايات ما زال البحث فيها جار عن انتشال جثث وضحايا للزلزال. ما قاله الرئيس الأسد من حلب للعاملين والكوادر الطبية وكافة الكوادر التي عملت منذ اللحظة الأولى للزلزال حتى هذا الوقت، واصلة الليل بالنهار، كل الكوادر، كل الفعاليات التي عملت بكافة الاجتهاد وبكافة المجالات كانت خلية عمل واحدة، ليس فقط الحكومة من عملت وإنما كافة الاتجاهات. الرئيس الأسد استمع بالتحديد من الكوادر الطبية في المشفى على طبيعة الدعم الطبي الذي يقدم للمصابين الذين ما زالوا في المستشفى، عبر عن افتخاره وأيضا محبته للكوادر الوطنية في كل الأزمات. وفي أزمة الزلزال رأى الرئيس بشار الأسد كثير من البطولات التي خطها وكثير ممن عملوا في مجالات متعددة، تحدث أيضا إلى المرضى بالإضافة إلى الكوادر الطبية، سمع معنويات عالية من المرضى الذين يتلقون العلاج في تلك المستشفيات، وأيضا تحدث إلى كوادر الإنقاذ التي ما زالت تقوم بواجبها في المواقع التي تضررت في حي المشارقة تحديدا. الرئيس بشار الأسد كان هناك وتحدث إليهم. أيضا في البعد الإنساني قال الرئيس الجمهورية بأن الحالة الإنسانية أساسا غير موجودة لدى الغرب، وبالتالي فإن تسييس الوضع في سوريا أمر طبيعي وغير مستغرب، وكان يعني واضح منذ البداية. في التطورات الأخرى السياسية، ومن ثم ندخل إلى المتابعات الداخلية والوضع الداخلي في المحافظات الأربع المنكوبة، إدلب، حلب، اللاذقية، حما،
نتحدث عن الوضع في الولايات المتحدة، حيث تم من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بوضع قانون قيصر بحالة استثنائية. هذه الحالة الاستثنائية تستمر لمدة 180 يوماً وتستثني فقط معاملات الإغاثة من الزلازل. طبعاً وزارة الخزانة أصدرت هذا القرار والذي يسمح بعودة المعاملات المالية المتعلقة بالإغاثة لمدة 180 يوماً باستثناء الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها على الشعب السوري. مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ذكر أنه تسمح لمدة 180 يوماً جميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة. طبعاً الوزارة اعتبرت أن الترخيص رقم 23 وهي الرخصة العامة لسوريا وضعتها تحت البند 23 يوفر التفويض الواسع واللازم لدعم جهود الإغاثة الفورية في حالة الكوارث في سوريا، ويتضمن السماح بمعالجة أو تحويل الأموال نيابة عن أشخاص من دول أخرى إلى سوريا لدعم المعاملات. طبعا بطبيعة الحال أكثر ما تحدثنا به خلال فترة الحرب وأكثر ما كنا نتحدث به أيضا عن العقوبات الاقتصادية، كنت قد طرحت أمس مبادرة وتحدثنا بها كثيرا عن أنه تواصلنا دائما باللغة العربية فقط ربما يعني يجعل الإطار ويحصرنا بإطار معين. يجب أن ننطلق ونحث على هذا الموضوع، فعاليات المجتمع المدني، الفعاليات الاقتصادية، كل الأشخاص الذين يريدون أن يكونوا جزء من هذه الغرفة. الغرفة بدأت تتشكل على وسائل التواصل الاجتماعي، تم إطلاقها، تواصل معي كثيرون يريدون أيضا أن يكونوا جزءا من هذه الغرفة التي تشكلت، هي نواة صغيرة. أيضا تحدث معي العديد من الفنانين، من الشخصيات الاعتبارية، من الشخصيات الاقتصادية، حتى من الشباب الذي يعمل بوسائل التواصل الاجتماعي، بأنهم جاهزون لأن يكونوا جزءا من هذا الموضوع الذي بدأ فعلا بإرسال رسائل إلى أوروبيين، إلى برلمانيين، إلى نواب في الاتحاد الأوروبي، في البرلمان الفرنسي والألماني والبريطاني والإيطالي، ومن ثم إلى مجلس الشيوخ ومجلس النواب أي الكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى مخاطبة مؤثرين بالرأي العام الغربي، شخصيات عامة محاولة الوصول إليها، وليس صعبا أبدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أننا بتنا نعيش في ظل العولمة في قرية صغيرة، ممكن الوصول بكافة السهولة إلى الهدف والذي نحن نستهدفه بهذا التوجه الوطني الذي يعبر عننا كأشخاص وكشعب وكفئات مجتمع مدني. وكنا قلنا بأننا لا نمثل أي جهة رسمية ولا نمثل أي جهة حكومية، نتحدث فقط باسم من يريد أن ينضم إلينا، ونحن مواطنون سوريون نريد أن نكون جزءا من هذه العملية، أو على الأقل نريد أن نحاول بهذا الاتجاه. في كثير من الميادين التي تحدثنا عنها، يعني أمس كان هنالك حديث عن أن الحكومة قد خصصت مبلغا وقدره 50 مليار ليرة سورية، لكن ما الذي تفعله 50 مليار ليرة سورية لهذه الكارثة الكبرى التي ألمت ببلدنا؟ ما أساسا كان هنالك عوز وكان هنالك نقص وحاجة لكل شيء. السوريون الآن بحاجة إلى كل شيء، لا يجب أن نتحدث فقط عن معونات غذائية ومعونات طبية ومعونات كله على أهميتها، لكنهم بحاجة إلى كل شيء من مستلزمات الحياة اليومية، وهذه هي سرعة الاستجابة العاجلة الآنية الآن، وهي المرحلة الأولى ما بعد الزلزال، لأنه تم تقسيمها إلى مراحل. المرحلة الأولى هي الاستغاثة، الإنقاذ والاستجابة السريعة. كان في كثير أيضا من النداءات التي ممكن أن نوجهها لمن يرسل المساعدات والمعونات من الخارج، والتضامن أيضا. ربما الرقم واحد من المعونات التي يجب أن ترسل هو حليب الأطفال، هو مستلزمات الأطفال، هذه نقطة هامة جدا يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. حاجيات الأطفال هي الحاجيات الأساسية الآن
ضمن قافلات الإغاثة التي تصل، هو نداء آخر نوجهه لما تحدثنا به من كثير من الأشخاص الذين كانوا في مراكز الإيواء أو على الأقل في مناطق أخرى، قيل بأن لديهم الحمد لله أغذية، لديهم أدوية، لديهم بطانيات، ولكن أيضا الحاجة كل يوم، لأنه هذا استثمار بشكل يومي واستهلاك بشكل يومي، حليب أطفال واستمرار بالإجراءات المتعلقة بما يحتاجه الأطفال. معي اتصال؟ نواصل أخذ الاتصالات وأيضا الأشخاص المعنيين بهذا الموضوع. معي الأستاذ طلال عطار، أمين عام الصداقة المصرية السورية، عضو مؤسس للجالية السورية، قديم أيضا في مصر، من القاهرة الآن. أستاذ طلال، أهلا بك إلى هذه التغطية المباشرة. أبدأ السؤال الأول من مبادرتكم. أهلا وسهلا. نبدأ السؤال الأول من مبادرتكم، كيف بدأت؟ ما هي الآليات؟ إلى أين وصلتم؟ وما هو الهدف الأخير والأكبر من هذه المبادرة؟ من هي الشرائح المستهدفة؟ أول شيء الله يعطيكم العافية، وكان الله في عونكم وعون جميع الأخوان المتضررين في سوريا. نحن كجمعية صداقة مصرية سورية وكجالية سورية بمصر قمنا بجمع أرقام من المبالغ النقدية وقمنا بإرسالها إلى سوريا عبر السفارة السورية، وتمت توصية إلى سوريا. ونحن الآن مجهزين مواد غذائية وتموينية لإرسالها إلى سوريا، وقمنا فعلا باشرنا بإرسال هذه الشاحنات اعتبارا من أمس، كانت أول شحنة، وبكرة إن شاء الله وبعد بكرة ويوم الاثنين عم نتواصل مع شركة الطيران السورية وشركة أجنحة الشام بإرسال طائرات شحن لإرسال هذه المواد إلى سوريا. قمنا بشراء، طبعا نحن الآن في تجهيز إرسال حليب للأطفال بكميات كبيرة، لأنه نحن سمعنا وبلغونا بسوريا بحاجة كبيرة ماسة إلى حليب الأطفال ومواد غذائية، بالإضافة إلى الفرش، يعني فرشات للنوم. والآن نحن نقوم بتحضير بعض مع جمعية الصداقة المصرية السورية والإخوة في مصر لإرسال بيوت من طاقة الصنع إن شاء الله، اللي عم نحاول نتواصل معهم في جهات مصرية، إخواتنا في مصر حابين يساعدوا بهذا المجال، ونحن الآن في طور الاجتماعات معهم. وكان لنا اجتماع أول أمس أنا مع السيد باسل مائي رئيس الجالية السورية بمصر، مع السفارة الأوزباكية بالأوزباكستان بالقاهرة، وتم التنسيق معها إرسال طائرة كاملة من أوزبكستان إلى سوريا، إن شاء الله ستصل يوم الاثنين أو الثلاثاء حسب موعدهم أو حسب اتفاقياتهم معنا. أستاذ طلال، فعلا يعني الواقع يقول بأنه الحاجة الماسة الآن لحليب الأطفال الذي يستهلك بشكل كبير نتيجة العقوبات ونتيجة الحصار، فقد بفترة من الفترات، والآن الحاجة إليه ربما تكون أكثر، والأولوية أيضا أكبر للأطفال، وهذه نقطة مهمة وصلتكم وهذا جيد. نحن إن شاء الله يوم الثاني بيكون حليب الأطفال وصل. كان في عنا شوية بعض المشاكل بشأن موضوع تصدير حليب الأطفال من مصر إلى سوريا. مشكورة الحكومة المصرية والدولة المصرية والشعب المصري، بصراحة ساعدوا معنا كثير في هذا المجال، وأخذنا موافقات عن طريق الهلال الأحمر المصري، والهلال الأحمر المصري كمان إن شاء الله يوم الأحد في طيارة خاصة رح تنزل من مصر إلى سوريا بالمشاركة، نحن جمعية الصداقة المصرية السورية والجالية السورية مع الهلال الأحمر المصري، إن شاء الله رح تكون الطيارة يوم الاثنين بمطار دمشق إذا الله رضى. وهذه أيضا نقطة يجب تسليط الضوء عليها. الشكر لكافة الأصدقاء، لكل الشعوب والقيادات التي تعاطفت مع الشعب السوري في محنته، هذا مقدر أيضا كثيرا من الشعب السوري. ذكرت موضوع البيوت المسبقة، وكنا نتحدث أمس مع أخصائي كان يتحدث عن ما الذي يمكن أن يجري بتقسيم فترات ومراحل الزلزال والحاجات المطلوبة على مر الزمان، وأعطى أمثلة كثيرة. المرحلة الأولى هي للاستغاثة وتلبية العمليات الإنقاذ، المرحلة الثانية فعلا كما تقول لي الاستقرار، الاستقرار تمام. النفسي، الاستقرار المنزلي، أن يكون هنالك بيت دافئ ربما يزيل كثيرا من الكآبات التي حلت بهذه الضحايا. هاي النقطة بدها توضيح أكثر من حيث البيوت. أنا رح أوضح لك يا صراحة، نحن صار في اتصال مع أستاذ عامر حمي رئيس غرفة تجارة حلب،
كان عم بيقول انه نحن هلا بصدد اخلاء عده مباني بحلب، والمرحله الجايه لانه نحن اليوم عم نفكر اليوم الحدث خلانا نفكر بمعطياتنا الحاليه، لكن اذا مدينا شوي النظر لقدام رح نشوف حجم الكارثه عم بيكبر احتماله اكبر فاكبر فاكبر اجتماعيا وعلى ارض الواقع. فبلش استاذ عامر انه طلب ارسال غرف مسبخه الصنع، وفعلا نحن باشرنا هون بمصر اتصال مع الجهات المصريه المشكوره بالاضافه الى رجال اعمال سوريين ومصريين. سوريين كان هو استاذ غسان كريم صاحب مصانع كان يساوي غرف مسبخه الصنع بسوريا موجود حاليا بمصر بالاضافه للشركات المصريه المختصه في هذا المجال. وفعلا عملنا عده لقاءات معهم وتوصلنا ان شاء الله على يعني هلا باشرنا نحن فعلا بالشراء بشكل مع غرفه تجاره حلب وانا وغسان كريم باشرنا نحن الان في 25 غرفه. الغرفة هي عبارة عن غرفة منامة مساحتها تقريبا 15 ل 18 متر بالإضافة إلى حمام صغير. طيب اليوم أيضا الأخبار المتداولة فيما يتعلق بالبعد الاستثنائي للعقوبات أو لقانون قيصر للحصار الاقتصادي على سوريا، وزارة الخزانة الأمريكية تتحدث عن استثناء لمدة 180 يوم. كيف شفتوا كفعاليات اقتصادية اليوم موضوع الاستثناء؟ ربما أيضا حز كثيرا بنفس السوريين بمرحلة من المراحل، ما الذي يعنيه ذلك لكم كفعاليات اقتصادية؟ بمنتهى الصراحة استثناء لنفسهم، نحن لا بهمنا استثناء ولا بهمنا ان عفوا او لم يعفوا، هذا شغلة تخصهم نحن كسوريين وهذا واجبنا، سواء كان في عقوبات وان لم يكن في عقوبات رح نودي مساعدات ورح نساعد، وشو ما بدهم يعملوا يضربوا راسهم بالحيط. هل استثناء يعني بلاء افضل؟ شو عم تستثنيني لتطعميني؟ يعني فعلى كل الاحوال هناك دول تستفيد من هذا الاستثناء، بس نحن كسوريين ما بهمنا هذا الموضوع، نحن سواء عقوبات ولا غير عقوبات سنقوم بواجبنا الوطني والاخلاقي والاجتماعي كرمال بلدنا واهل بلدنا نبديهم بدمنا، فاذا كان في عقوبات ولا ما في نحن بدمنا نبدي سوريا وشعب سوريا واخواتنا في سوريا، لكن هذه العقوبات والاستثناء قد يفيد الدول او الاشخاص الغير سوريين. فيعني كمان لا باس. رح نتابع أيضا عن كثب في أبعادها العربية والدولية. أنا بشكرك جزيل الشكر أستاذ طلال عطار أمين عام الصداقة المصرية السورية وعضو مؤسس للجالية السورية في مصر، شكرا جزيلا لهذه المشاركة. لا شكر على واجب، شكرا لكم ونحن خدمتكم وخدمة بلدنا وشعب بلدنا، ونحن أقل شيء هذا بنعمله، وإذا كان نحن بنبديكم بدمنا أي بنبديكم بدمنا، لأنه هذه سوريا وهذا الشعب السوري شعب الأبي، الشعب اللي إن شاء الله ما بهزنا أي مصيبة بكتاتفنا ووقوفنا جاي بعضنا البعض. الله يعطيكم العافية ويحميكم، شكرا جزيلا. طبعا مشاهدينا الكرام أيضا ما زلنا في تداعيات الأحداث التي حدثت منذ أمس، نحن معكم أول بأول عبر الأخبار العاجلة وعبر ما نراه على أرض الواقع. نتحدث كثيرا عن العمليات التي ما زالت مستمرة، إذا كان في حلب في اللاذقية أو حتى في حماة أغلقت عمليات الإنقاذ، ولكن ما زال موضوع الاستجابة السريعة لحاجيات الناس موجودة. أيضا نتحدث عن القوافل التي تجهزها الحكومة السورية للدخول إلى محافظة إدلب، وهذا تطور هام جدا في البعد السياسي وفي الملف السياسي السوري، وليس بغريب أيضا على الدولة السورية. نذكر ما صرحت به مصادر في الإمارات أنه من اليوم الأول للزلزال أعطت الحكومة السورية موافقة لدخول مساعدات إلى الجانب السوري الذي هو تحت سيطرة المسلحين. بهذا الاتجاه تحدثنا كثيرا أيضا عن موضوع إدلب وعن السجال الذي كان بين عدد من السوريين في الداخل والخارج، اليوم لا أحد يستطيع أن يستثني أي بقعة جغرافية من سوريا، كلها أراضي سورية، كلها مسؤولة من الدولة السورية، وكلهم مواطنون سوريون أيضا مسؤولين من دولتهم ومن حكومتهم. بهذا أيضا الاتجاه نتحدث كثيرا عن ما يجري في المحافظات السورية. أمس كان في كثير من الأشياء التي تحدثت بها الأشخاص الذين تحدثنا عنهم في مدينة اللاذقية، والذين قالوا بأنه الخلية
الخلية التي شكلت أيضا، الخلية التي شكلت في اللاذقية. قبل ذلك دعونا نذهب إلى ما قاله الرئيس بشار الأسد لوسائل الإعلام في حلب، ومن ثم نعلق بالصوت والصورة. يقال بأن الغرب أعطى أولوية للسياسة على الحالة الإنسانية، بس هذا الكلام غير صحيح. لكي يعطي أولوية لحالة على أخرى لابد أن تكون كلا الحالتين موجودتين، ولكن الحالة السياسية موجودة، الحالة الإنسانية غير موجودة لدى الغرب. شيء طبيعي أن يكون تسييس الوضع هو شيء طبيعي، أما الشعور الإنساني غير موجود، لا الآن ولا في الماضي، لا خلال الاستعمار الحديث ولا بعده ولا قبله. الاستعمار من 600 عام هو يقوم على قتل وسرقة ونهب. إذن الاستعمار يقوم على القتل والسرقة والنهب كما قال الرئيس بشار الأسد، وأيضا تسييس البعد الإنساني كان واضح منذ البداية، كان أمر طبيعي تسييس الوضع الإنساني لأنه أساسا البعد الإنساني غير موجود لدى الغرب كما قال الرئيس بشار الأسد، من أحد المواقع حيث يقوم المنقذون والفرق الحماية المدنية والإطفاء أيضا بالعمل وبالاستمرار في العمل. أيضا تحدث الرئيس إلى وسائل الإعلام حيث قال في هذا الكليب: العلاقة بين سوريا والجزائر مبنية على وقوف سوريا لجانب الجزائر خلال الثورة، ووقوف الجزائر عبر عقود إلى جانب القضايا العربية والقضايا السورية تحديدا، وهذا لم يتغير. يعني لا أتحدث الآن عن زلزال، في كل قضايا سياسية أخرى، ومن الطبيعي أن نرى هذه العلاقة تظهر بشكلها الناصع والجميل خلال هذه الحرب. لم نشعر بأن هناك أشخاص أتوا من دولة بعيدة، شعرنا بأن الجزائريين أتوا من قلب سوريا ليساعدوا السوريين. هذا هو الشعور الحقيقي والصادق الذي نشعره تجاه كل مواطن جزائري عبر هذا الجيل وعبر الأجيال السابقة وإن شاء الله اللاحقة. الله يحفظك، هذا واجب. إن شاء الله عين الأسد يبقى سالم، وإن شاء الله الأسد بالعمر طويل. لبلد لا يعرف الزلازل منذ قرون، يعني لا يوجد لديه لا البنية التحتية ولا المعرفية للتعامل مع هذه الكارثة، فبكل تأكيد وضع كارثي من جانب لأن اسمها كارثة، ولكن من نفس الوقت الإنجازات أكبر كثير من إمكانيات هذا البلد، وهذا الشيء نفخر به. سيد الرئيس، على مناطق حلب والمتضررة بأن مناطق الكوبة، كيف سيتم التعامل معها من قبل الدولة السورية من قبلنا نحن؟ اولا يعني يسمى مناطق منكوبه عاده لكي توجه الموارد، موارد الدوله الى هذه المناطق، بتسميه وبدون تسميه سنوجه موارد الدوله باتجاه هذه المناطق، فالتسميه لن تغير شيء، ربما تقوم الحكومه بتسميتها مناطق منكوبه، هذا الموضوع مطروح للنقاش خلال ال 24 ساعه الماضيه، لكن التسميه لن تغير من حقيقه باننا سنضع كل مواردنا لإعادة إعمار هذه المناطق ولمساعدة منكوبين فيها بغض النظر عن التسميات. لا تغرقوا بالمصطلحات. يعني اليوم هناك تسييس حول المساعدات التي تأتي طبعا، وأيضا حول الحصار الأمريكي، هناك رفض لبعض الدول الغربية بالتعاون مع سوريا في هذه المرحلة في ظل هذه المأساة الإنسانية حقيقة. يعني هو يقال بأن الغرب أعطى أولوية للسياسة على الحالة الإنسانية، هذا الكلام غير صحيح. لكي يعطي أولوية لحالة على أخرى لابد أن تكون كلا الحالتين موجودتين، ولكن الحالة السياسية موجودة، الحالة الإنسانية غير موجودة لدى الغرب. فشيء طبيعي أن يكون
تسييس الوضع هو شيء طبيعي، أما الشعور الإنساني غير موجود، لا الآن ولا في الماضي، لا خلال الاستعمار الحديث ولا بعده ولا قبله. الاستعمار من 600 عام هو يقوم على قتل وسرقة ونهب الشعوب. بس لو سمحت بس مرينا حط اللوجو بس لو سمحت لو سمحت بدي حط اللوجو بس معلش مرينا مرينا محلك بس ما وقفش محلك لو سمحت وقفش محلك بس شو حبيبنا بعد اذنك بس مرينا بس شوي مرينا بس شوي شوي لورا بس شوي لورا اذا لو سمحت هيك ما في يلا 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 بس يلا بس فخامه الرئيس فخامه الرئيس للمنار بس كلمه خلاص كلمه اخيره للسوريين كلمه للسوريين تبيك يا رشا كلمه للسوريين تبيك يا للسوريين عامه السوريين يفعلون لا يتحدثون ونحن اذا كنا كسوريين نريد ان نعطي رسائل تستطيع ان تاخذها من 12 عام من الصمود والمواجهه والتمسك بالقيم والمبادئ والسياده هذا ابلغ من اي كلمه لماذا تعيد؟ الأعمل من توقف. إذن أن يعمل الرئيس الأسد بدون توقف، هذه آخر كلمة قالها لوسائل الإعلام. عدد من النقاط لابد أن نذكرها فيما صرح به من الموقع الذي يتواجد به في حلب. قال السوريون يفعلون لا يتحدثون. منذ 12 عام السوريون يفعلون ولا يتحدثون ويفعلون ولا يتحدثون بطبيعة الحال أعمالهم هي التي تدل عليهم صمودهم بالإضافة إلى تمسكهم بالقيم والمبادئ وتماسكهم وصمودهم هو الذي أعطى الرسائل عن الشعب السوري وهو الذي يتحدث أيضا عن الشعب السوري. موضوع الأبعاد الإنسانية والسياسية المتعلقة بالغرب كان هنالك تعليق بأنه أساساً الحالتين غير موجودتين، يعني لا فرق بينهما، البعد الإنساني غير موجود لدى الغرب، الاستعمار منذ 600 عام لا يعرف سوى القتل والتشريد والعنف. أيضاً كان هنالك رسالة إلى الشعب الجزائري من خلال فرق الإنقاذ الجزائرية المتواجدة في إحدى مناطق الزلزال المنكوبة في حلب بأنه غير مستغرب وجود هؤلاء في هذا المكان، غير مستغرب على مر التاريخ ولن يكون مستغربا أيضا في المستقبل على الشعب الجزائري. السوريون شعروا أن الجزائريين أتوا من قلب سوريا ولم يأتوا من مكان آخر. فيما يتعلق بموضوع التسميات، إن ما كانت هذه المناطق مناطق منكوبة أم لا، قال الرئيس الأسد بغض النظر عن التسمية إذا كانت تسميتها مناطق منكوبة أم لا، كلا الحالتين لا يهم التسميات، التوجه إلى هذه المناطق مأخوذ بالحسبان في عين الحكومة والدولة وإعادة الإعمار بها وإيصال أيضا ما تحتاجه من بنى تحتية ومن أزمات ومن استجابة في هذه المرحلة وفي المستقبل هو ما تأخذه الحكومة بعين الاعتبار. طبعا أنا أيضا أتابع بالشأن السياسي في الإمارات مبادرة تحت عنوان جسور الخير لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة للمتضررين من الزلزال. هذا العمل يتم بالتنسيق بين وزارة الخارجية الإماراتية ووزارة الخارجية في سوريا. طبعا الإمارات كانت أيضا من أوائل الدول التي أرسلت الطائرات والتي حطت في مطار دمشق الدولي لتلبية لموضوع الكارثة التي حلت بسوريا. طبعا نحن أيضا نعود قليلا لما قاله الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين حول موضوع رفع العقوبات الأمريكية، حيث صرح لوسائل الإعلام
بأنه العقوبات على سوريا زادت صعوبة الكارثة، وهو ما شعر به السوريون والكوادر العاملة على الأرض بحديثنا إلى عديد من الكوادر الطبية والإسعافية وحتى التي تعمل في الميدان في مواقع التي أصابها الزلزال. المختصون والخبراء أولا ليس لديهم خبرة بهذا الموضوع كونه جديد على الساحة السورية، وثانيا افتقارهم وافتقادهم للمعدات الثقيلة، للآليات الحديثة، للآليات الضرورية، حتى الآليات التي كانت موجودة أثناء الحرب في سوريا تم إما سرقتها أو تدميرها من قبل المسلحين، وبالتالي أثرت على عجلة الحياة العملية على الأرض السورية. كان هنالك نقص في المعدات الثقيلة، وأيضا وجه نداء خالد حبوباتي رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بهذا الاتجاه، أنه ما هي الحاجيات التي نحتاجها. وهنا أيضا رسالة أود أن يتحدث بها للمسؤولين السوريين: فريق إنقاذ فنزويلي يشارك في رفع الأنقاض والبحث عن ناجين وعالقين تحت المباني المتهدمة بمدينة اللاذقية، وكنا تحدثنا أمس أن طائرة فنزويلية قد كسرت الحصار وطارت لمدة 12 ساعة لتحط في مطار دمشق الدولي، معلنة تضامنها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري. أيضا كان هنالك الحديث عن عدد كبير من الدول، وتحدث السفير الفنزويلي المتواجد في دمشق عن السياسة الازدواجية التي تنتهجها الولايات المتحدة والغرب، وقال بأنه ليس متفائل بالنسبة للمستقبل ضمن أي تحرك ممكن أن يصدر بالبعد الإنساني عن الغرب أو عن الولايات المتحدة، لأنه يعلم القواعد والقاعدة الأساسية التي تستند إليها السياسة الخارجية إذا كان لدى الاتحاد الأوروبي أو لدى الولايات المتحدة، فليس لديه هذا التفاؤل الكبير بتغيير سياسة معينة ضمن منهج إنساني. وكان الحديث على أن الدول التي انتهكت سيادتها الولايات المتحدة وفرضت عليها أيضا عقوبات أحادية الجانب وقسرية على شعوبها يجب أن تتحد مع بعضها وتكون خيار لها بالتصدي لسياسات الولايات المتحدة، وبالبعد الإنساني أن تكون معينة وأيضا مساعدة لبعضها في وقت الأزمات، وهو ما حدث فعلا بطبيعة الحال. قبل قليل كنت أتحدث عن أيضا أن المسؤولين في سوريا ما الذي يجب أن يفعلوه. اليوم نحن طالبنا وكل يوم نطالب بأن يكون هنالك مؤتمر صحافي يومي. هذا المؤتمر الصحافي يعطينا نحن كإعلام ويعطي الناس وأهالي المفقودين تحت الأنقاض أيضا معلومات عن ما الذي فعلته الحكومة على الأرض وفي الميدان، ما هو الخطوة التي اتخذتها، ما الذي فعلته الفرق على الأرض في مراكز الإيواء، ما هو التطور غدا، ما الذي يكون هو العمل، الاستراتيجيات القادمة ما هي، وما هي حاجة الحكومة أيضا للمرحلة القادمة. هذا يجب أن يكون بشكل يومي، بشكل يومي يعرض هذا المؤتمر الصحفي لنأخذ هذه المعلومات ونصدرها أيضا للإعلام في كافة أنحاء العالم. معي الآن همام ممسوتي عضو مجلس الشعب. أستاذ همام مساء الخير. مساء الخير، يا أهلا وسهلا. تفضل. أول شيء بمسيكم ومساء الخير لجميع المشاهدين، والرحمة لأرواح شهدائنا اللي فقدناهم وأعزائنا، وإن شاء الله الشفاء العاجل لكل المصابين. بالحقيقة نحن مرينا بمحنة يعني للأسف أتت بوقت الشعب السوري ما زال متألم ويداوي جراحه من جراء سنوات من الحصار والحرب الظالمة على سوريا. لكن بالحقيقة أنا بنظر للجانب المشرق اليوم، تكافل الشعب السوري تجاه هذه الأزمة يعني عكس حقيقة الهوية الحقيقية لشعبنا اللي هي هب من جميع المناطق السورية لمجدد ومساعدة
أخواننا المنكوبين في المدن التي تعرضت لآثار الزلزال المدمر. للأسف تعرفوا أنه نحن خلال سنوات الحرب وما تبعها من حصار اقتصادي انعكس على الخدمة الصحية اللي عم نقدمها في سوريا، وذلك من خلال حصار خانق على التجهيزات اللي نحن اليوم بأمس الحاجة لها وكانت ممنوعة للدخول لسوريا. يعني أنا بضرب لك مثال إنه اليوم مو معقول بلد بحجم سوريا لا نستطيع أن ندخل سوى 3 أجهزة طبقي محوري في السنة. يعني نحن للحد الأدنى بحاجة لتقريبا 15 جهاز، نحن ندخل منهم 3. ونفس الشيء بالنسبة لأجهزة المرنان، أجهزة التشخيص، واللي هي تعتبر أجهزة إسعافية ضرورية للمواطنين في حالات الأزمات والحوادث. طيب بهذا الخصوص اليوم كان في أيضا يعني نداءات، ومبارح حاولنا نشكل فرق وغرفة عمليات ينضم إليها كثير من العاملين بالشأن العام. ما الذي يمكن أن نفعله بهذا الاتجاه؟ وأنتم أيضا بمجلس الشعب أصدرتم بيان، ربما لا يكفي هذا البيان، لكن يجب أيضا تحرك على الأرض مع برلمانات دولية وعربية. ما هي الخطط بهذا الاتجاه أو المبادرات أو العمل الآن؟ بالحقيقة سيدتي نحن في حالة حراك مستمر ومطالبات مستمرة من خلال القنوات الدبلوماسية، وبالحقيقة عم نلاقي تجاوب من قبل العالم لنصرة القضية العادلة اللي نحن عم نحكي فيها. نحن أنا برأيي يجب أهم شيء حالة الاستمرار بالمطالبة برفع العقوبات الظالمة وحادية الجانب، وشو ما قدرنا نحصل مكاسب وفتح قنواتنا الدبلوماسية على مصراعيها باتجاه جميع الأصدقاء وشرح القضية السورية بحقيقتها للجميع كي نعري الأكاذيب التي تعرض لها الشعب السوري وسوريا خلال السنوات الماضية. طيب اليوم شو بتشوف الأولوية في الفترة المقبلة كمواطن سوري؟ اليوم سيدتي نحن أنا برأيي خرجنا من الهزة التي أصابت البلد في زلزال. اليوم يجب أن نتجه باتجاه إعادة بناء وترميم الأبنية المتصدعة. قوة الدولة تنعكس بسرعة أداء بهذا الاتجاه، ترميم والقطاع الصحي اللي هلأ صحيح ظهر في عنا قديش الحاجة لأولوياتنا بالتجهيزات والأدوية والمواد اللازمة للتصدي لمثل هذه المشاكل في المستقبل إن شاء الله ما نشوفها مرة ثانية. أنا أشكرك جزيل الشكر، هما ممسوتي عضو مجلس الشعب في سوريا، شكرا جزيلا. أيضا يرد هذا العاجل الآن السيدة أسماء الأسد تزور مدرسة غرناطة الحكومية الابتدائية والتي تقيم فيها عدد من العائلات المنكوبة جراء الزلزال. أيضا بنفس الوقت كان الرئيس بشار الأسد وأيضا السيدة أسماء الأسد زارا المطبخ الميداني الذي أقامته جمعية ساعد لإعداد وجبات طعام بشكل يومي، تصل أعداد هذه الوجبات إلى 3000 وجبة يوميا. طبعا في ضمن مراكز الإيواء وغرناطة الحكومية الابتدائية واحدة منهم يتم تأمين الاحتياجات بمساعدة ما بين الحكومة وما بين الفعاليات الأهلية والمنظمات الموجودة والعاملة على الأرض. وكنا نتحدث أيضا بهذا الشأن أمس على أنه يجب تضافر الجهود الحكومية والأهلية بالتوازي
كانت جمعية ساعد قد أطلقت أيضا نداء لمن يريد أن يتطوع ويقدم في صفوفها، وذهبت أيضا من دمشق إلى حلب وفي جمعيات أخرى عاملة باللاذقية بهذا الاتجاه ومدينة جبلة حماة. كان لنا حديث مع المحافظ الذي قال بأن الحاجيات تصل إلى محتاجيها ومستحقيها في الأماكن مراكز الإيواء التي يتواجدون بها. إذا ما أردنا أن نعطي رسائل التي أرسل بها الرئيس بشار الأسد من خلال زيارته إلى حلب، حقيقة هي أتت في أطر متعددة، منها الإطار الشعبي الداخلي ومنها الرسالة الخارجية، إذا كان لمن يستمرون في حصار سوريا أو لمن يقفون إلى جانبها، وكان هذا جليا وواضحا في حديثه إلى الشعب الجزائري الصديق، والذي قال من خلاله أنه لم يستغرب السوريون هذه المواقف من الشعب الجزائري، وشعروا بأن وجود فرق الحماية المدنية التي انطلقت من العاصمة الجزائر وحطت في مطار حلب الدولي وكان لها عدد من النجاحات بإنقاذ أرواح عدد من الأشخاص، بالإضافة إلى فرق الإنقاذ السورية والتي عملت منذ اللحظات الأولى للزلزال، كانت رسالة احترام من الرئيس ومن الشعب السوري إلى الأصدقاء وإلى وقوفهم إلى جانب هذا الشعب، ليس فقط الآن وإنما خلال محنته وأزمته. الرسالة الأخرى التي أراد الرئيس بشار الأسد أن يعطيها هي رسالة التضامن الذي يعيشها الآن الشعب السوري، رغم محاولات التفرقة، رغم محاولات بث روح اليأس في هذا الشعب، رغم وجود الشائعات الكبيرة التي أرادت أن تؤثر على مستقبله واستمراريته ومعنوياته وقدراته على البقاء واقفا في ظل هذا الحصار الشديد على كل شيء. السوريون يحتاجون كل شيء، يعني لا نستطيع أن نقول أنهم بحاجة غذاء وليسوا بحاجة دواء ولا بحاجة دفء وليسوا بحاجة أشياء أخرى، أنهم بحاجة وقود وليسوا بحاجة أمان واستقرار نفسي يضمن لهم المستقبل، بحاجة معدات، بحاجة مواصلات، بحاجة بنى تحتية، كل شيء. السوريون يحتاجون كل شيء، من رغيف الخبز إلى أكثر المعدات تعقيداً، من مستشفيات، من تجهيزات. أمس يتحدث لي مدير عام مستشفى المواساة يقول أنه جهاز المرنان تعطل بسبب وجود قطعة ناقصة لا نستطيع أن نأتي بها الآن بسبب هذه العقوبات وهذا الحصار، مما أثر على تطبيب عدد كبير من الأشخاص الذين كانوا ينتظرون بالدور للحصول على فرصة تكون أرخص من الخارج بعشرات الأضعاف. أعني الخارج يعني المراكز الخاصة الطبية الخاصة في سوريا، وكان المستشفى المواساة واحدا من تلك المشافي التي تقدم هذه الخدمة بشكل رمزي للسوريين إذا لم تكن بشكل مجاني، هي وغيرها من الخدمات. إذن رسالة الرئيس الأسد من حلب كانت أن هذا الشعب بقي واقفاً رغم كل محاولات الآخرين إضعافه، بقي متمسكاً بمبادئه، لم يبقى واقفاً فقط، إنما بقي واقفاً رغم الحاجة، رغم الضائقة المادية، رغم الضائقة النفسية، رغم الضغط النفسي والاجتماعي والاقتصادي، إلا أنه بقي متمسكاً بمبادئه، بقيمه الأخلاقية، بقيمه الإنسانية، والتي تجلت واضحة في الأعمال التي قام بها وما زال هذا الشعب العظيم منذ أن حلت بنا هذه الكارثة الكبيرة حقيقة. الرسالة
الثالثة وهي كانت للخارج الذي ما زال يمعن في تجويع وحصار السوريين، أن هذا الموضوع لم يكن مستغربا بالنسبة لنا كسوريين، موضوع السياسة وأن هذه الدول أو حتى المنظمات أو الغرب يقول دائما بأننا نفصل السياسة عن المواضيع الإنسانية، فهذا غير دقيق لأنه بالأساس لا يوجد بعد إنساني لدى الغرب حتى نقول بأنه فصل بين المسارين السياسي والإنساني. هذا أمر طبيعي لم يكن مستغربا. رسائله إلى المنكوبين، إلى العاملين على الأرض، إلى من التقاهم أيضا، كانت رسائل الشكر والاحترام، وقال بأن معنويات من التقاهم بكافة الاتجاهات كانت عالية، وهذا موضوع هام جدا لما له تأثير أيضا على باقي السوريين الذين تضرروا أو حتى الذين لم يتضرروا وكانوا جزء من هذه المحنة الجديدة التي يمتحن بها الشعب السوري. وصول طائرتين عمانيتين إلى مطار حلب الدولي تحملان 25 طنا من المساعدات، كان قد تحدث سفير سلطنة عمان في سوريا، قال السفير سلطنة عمان البوسعيدي أن جسرا جويا سوف يبدأ بين عمان وبين دمشق عبر أجنحة طيران أجنحة الشام وعبر السورية أيضا، بالتنسيق ما بين أجنحة الشام والسورية. هذا الجسر الجوي يبدأ وبدأ بالفعل، وصلت طائرتان ويستمر حتى يوم الأحد القادم. معي عبر الهاتف المحامي جوزيف أبو فاضل الباحث بالشأن السياسي. أستاذ جوزيف من بيروت، مساء الخير. مساء الخير ست هناء، لك وللمستمعين الكرام. اليوم المشاهدين الكرام، أهلا وسهلا. اليوم كنت مراقب للحدث منذ بداية حصوله حتى الآن، كان للبنان أيضا وقفة بهذا الاتجاه، فريق من لبنان أتى إلى سوريا، رأيت ردود الفعل العربية والدولية حول هذا الموضوع، كيف ممكن لنا أن نقرأ ما الذي حصل حتى الآن؟ ست هناء، أولا يعني أقول عوض بسلامتكم، الله يرحم الضحايا، ونتمنى أنه إذا بعد في حدا تحت الأنقاض يبين ويطلع صاغ وسليم وبصحة جيدة، وأيضا للجرحى يعني. ونوجه تحية إلى الشعب السوري وإلى الدولة السورية وإلى كل الهيئات اللي عم تشغل بقلب سوريا. أما الوقوف إلى جانب سوريا وإلى جانب الشعب السوري بهذا الظرف هو أمر يعني جدا دقيق وجدا يعني يشرف الإنسانية. إنسان مهما يكن ومهما يكون وأين يكن الشعب السوري، في سوريا بهذا الزلزال أم في تركيا أو في أي مكان، لازم ينظر له كإنسان. ما لازم تتخذ القضايا قضايا سياسية وقضايا كيدية. أول شيء حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة هو ميثاق فوق الدساتير، والدستور هو أب القوانين، وكل شيء وضع من أجل الإنسان. لذلك الذي يحصل اليوم في سوريا هو من أجل الإنسان في سوريا، ومن أجل يعني هذا الزلزال وهذه الهزات الارتدادية وهذا الخوف الذي يحيط الذي وقع في سوريا وفي المنطقة كلها. سيدتي ست هناء، أول شيء يعني قدر هذه المنطقة، قدر بلاد الشام، قدر هذا المشرق أن يعني بالإضافة إلى الحروب والتهجير والويلات يعني أن يأتينا هذا الزلزال. قدرنا صعب جدا في هذه المنطقة من العالم، منشوف غير مناطق ما عندها المشاكل. لذلك نحن يعني يجب أن نواجه بإيمان، وأن نواجه بإيمان يعني مع ربنا، وأن نتقبل ما يأتينا من هذه الأمور، وأن نقف بوجهها بإيمان، لأنه لا يمكننا أن نستمر إذا لم نكن مؤمنين بما نقوم به.
ما طيب. أنا بدي وجه تحية بداية لكل الإعلاميات والإعلاميين وكل وسائل الإعلام السورية وغير السورية، يعني وخاصة السوريات والسوريين اللي ما عم يوقفوا شغل من حضرتك وبقولوا ورايح وجر. بوجه لكم تحية من قلبي، ونحن جدا منضمنين. أنا من أول ما صار الزلزال فورا عملت تغريدتين وبلشت ناشد وعمل اتصالات اتصل بإخواننا السوريين واطمن على الكل وبترك مع كل الناس تنطمن، لأنه فعلا يعني أنتوا يعني كنتوا مثال للتعاضد ومثال للتحابب من أجل لبنان، من أجل سوريا، من أجل الإنسان، من أجل تركيا، من أجل كل العالم، كنتوا مثال لهذا الأمر. وفي معظم الدول العربية بدأت تعرف الآن دور وموقع وقيمة سوريا. لا يمكن أن يتفرجوا على سوريا في هذا المشهد، إن كان بميلة إدلب أم كان مطرح ما هي الدولة اللبنانية، الدولة السورية عفوا، مطرح ما هي الدولة السورية. واليوم الرئيس الدكتور بشار الأسد زار حلب وشفنا على شاهدنا على التلفزيون هو والسيدة الأولى السورية زاروا منطقة حلب، وقفوا على وهي عزيزة على قلبه، ونحن كنا نروح على حلب مثل الأيام أيام مرمرون وكنا نشوف حضرتك وكل المسؤولين. لذلك يعني سوريا هي ستبقى بقوة الله، ستبقى كما هي وستعود كما هي، لأنه مثل ما بيقولوا أنه الدنيا بتهز بس ما بتقلب. بس اللي صار هو يدمي القلوب. نعيد ونكرر أنه المساعدات كلها يعني يستحقها الشعب السوري، وهو يعني بحاجة لكثير من المساعدات، لأنه كل عم يتقدم له إجا نتيجة حروب، وإجا نتيجة بعد حروب طويلة وبعد 12 سنة من الحروب والمشاكل والتهجير والفقر والحرمان والجيوش العديدة اللي اجت والمؤامرات وكل شيء، وتكسرت بالنتيجة على جبل قسيون كلها. لذلك نحن اليوم أمام مشهد إنساني عربي جامع ومشهد أممي إنساني جامع، اللي فيه عنده عزة نفس وكرامة اليوم ما بيجي حاسب لا دولة ولا سلطة ولا نظام ولا شيء. اليوم بيجي بيوقف إنسانيا مع سوريا، مع الشعب السوري، مشان يخلصه، مشان يوقف حده بهذه المحن، مشان يقدر يعيش الشعب السوري بكرامته. لأنه دائما بالأزمات، عندما صارت الأزمة اللبنانية اللبنانيين طلعوا إلى سوريا اشتغلوا وعايشوا فيها، وعندما صارت الحرب كمان العراقية كمان العراقيين أكثر من مليون عراقي اجوا إلى سوريا اشتغلوا، كانت حاضنتهم كلهم سوا. وأنا كلبناني مراقب الفلسطينيين أيضا بقول أنه وقت صار فيه الأزمات طوال الحروب على فلسطين والشعب الفلسطيني، كان سوريا هي الأساس وهي النبع لهذه الوقوف حدهم. لم تقف سوريا كأم جياش لهؤلاء كلهم. لذلك الوقوف إلى سوريا هو وقوف مع النفس، وقوف مع الإنسان لا أكثر ولا أقل. تمام، أشكرك أستاذ جوزيف، لكن أنا كان بدي تعقيب قانوني من حضرتك فيما يتعلق بما الذي تعنيه مناطق منكوبة بالبعد القانوني الدولي لدى الدول التي ترى بأن حكومة بلد ما أعلنت أن مناطقها مناطق منكوبة. ما هو رد الفعل القانوني للدول في العالم المحيط لهذه الدولة التي أعلنت بعض من مناطقها منكوبة قانونيا؟ أتحدث بهذا الاتجاه قانونيا. هناك جمعية الأمم المتحدة سورية اللي هي أساس فيها، ومندوب سوريا دائم فيها رغم كل الأزمات، ووجب على مش وجب يعني بالمواد القانونية تبع الأمم المتحدة، عندما بيكون في زلازل ومصائب من هالنوع كل تسقط كل المعوقات القانونية، ويجب عليهم التحرك فورا إلى سوريا بكل المنظمات الإنسانية. قضايا ما بقى في بالقضايا الإنسانية، يعني الميثاق الأمم المتحدة هو ميثاق إنساني بين الدول، يسقط كل شيء تحت قانونه. لذلك بالقانون عندما تعلن دولة أنه مناطق منكوبة، يجب على أنه هذه عم تعلن المساعدة بطريقة مبطنة، وتلزم الأمم المتحدة بأن ترسل هيئات الإغاثة كلها سوا بقضى وقضيضة إلى هذه الدول.
ولهذه الدولة بالذات. اليوم لا يمكن أن يقفوا مع تركيا، ونحن نؤيد أن يقفوا مع تركيا وأن يتفرجوا على سوريا ويقولوا هذا يطبع مع الرئيس الأسد، هذا يطبع مع النظام، هذا يطبع مع الدولة السورية. هذا مش وقته، إن كنت سوري أم لبناني أم مصري أم تركي أم بدك إيه. أنت اليوم مطلوب منك كأمم متحدة تفضل شرف تساعد على إزالة أثار هذا الزلزال ومساعدة الشعب السوري كإنسان. السوريات والسوريين هم بشر، هم بني آدمين، وهذه الدولة قائمة في سوريا، إن كان فيها جيش روسي إن كان فيها جيش سوري. جيش سوري موجود وجيش روسي موجود في معاهدات، ما هي اللي عم تعمله سوريا عم تدافع عن حالها. ما شفنا جيش سوري راح اعتدى على حدا طوال 12 سنة كان عم يعتدى عليه وعم يدافع عن سوريا. لذلك كل هذه المقولات تسقط. اليوم سوريا بإعلانة أنه هذه المناطق منكوبة أعلنت الرأي العام الدولي وليس لقلب الداخل السوري، أعلنت لجامعة الدول العربية اللي كل العرب اليوم عم أنا يعني مشكورين كلهم عم يعني واقفين حد اللي هي شايئتهم سوريا. سوريا شايئة العرب، سوريا هي قلب العروبة، ولم تكن يوما إلا عربية ولم تكن إلا عربية سوريا. لذلك أنا بقول أنه هذه كل هالوقفات الوقفوها يعني من إخواننا بالخليج، من مصر، من كل دول العالم، من لبنان. لبنان أكيد لازم يوقف حد سوريا، وكانت هبة الشعب اللبناني كتير كبيرة، وأكيد لازم يوقف حد سوريا لأنه اللي حصل يعني يفوق الخيال القانوني والخيال يعني القضائي والى ما هنالك، ويتخطى هذا الامر. لا قانون سيزر ولا غير قانون واحد بيتوقف عنده قدام هذا الامر. وهي اليوم الولايات المتحده الامريكيه تقول انه جمدت القانون لمده 6 أشهر بالنسبه للمساعدات، وبعدها ترجع تجمده اكثر لانه هذه تداعيات الزلزال هي طويله وكبيره. لذلك يجب علينا مساعده سوريا والوقوف إلى جانب سوريا كما هي كانت تقف مع الجميع. أشكرك جزيل الشكر المحامي والباحث بالشأن السياسي جوزيف أبو فاضل، كنت معي عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا. طبعا نتابع مشاهدينا معكم في هذه التغطية، حيث خصصت محافظة دمشق رقم كان يظهر دائما على الشاشة، رقم واتساب وهو 0987 230 847. سيظهر على الشاشة تباعا لأن يكون هنالك أي شك أو أي يقين أو أي معرفة بأي بناء قابل للانهيار أو فيه تصدع أو تشقق، فالاتصال أو إرسال رسالة على هذا الرقم وهو مخصص لأبناء محافظة دمشق للتصرف الفوري خوفا وحرصا على أرواح قاطني أي بناء ممكن أن يكون فيه أي تصدع جراء الزلزال. 0987 230 847 هو رقم الواتساب الذي خصصته محافظة دمشق. طبعا عودة الدوام النظامي إلى رياض الأطفال كما أقر مجلس الوزراء ضمن غرفة العمليات في كافة المدارس العامة والشرعية والمهنية يوم الأحد 12 شباط فبراير العودة إلى المدارس. أما بالنسبة لمديري التربية في باقي المحافظات في حلب واللاذقية وحماة، موضوع العودة إلى المدارس يترك تقديرا للمحافظين في هذه المحافظات حسب التطورات على الأرض وحسب الحاجة إلى بقاء الأطفال في منازلهم والطلاب أم إمكانية العودة إلى مدارسهم. هذا قرار تقرره الغرف التي تعمل في المحافظات وعلى رأسها محافظو تلك المناطق. بالعودة إلى الأخبار السياسية المتداولة بهذا الاتجاه، فكان هنالك العديد من التصريحات والتطورات
نرى بأنه الخارجية الإماراتية بالتنسيق مع الخارجية السورية تعمل على موضوع جسور الخير. أيضا صرحت الخارجية الإماراتية بأنها قدمت كافة السبل وتقدم كل سبل الدعم لمتضرري الزلزال في سوريا. مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي سلطان الشامسي، تأتينا رسائل متعددة ضمن عمليات التضامن والمبادرات أيضا التي يقوم بها الشعب السوري كافة. اليوم في تفكير وليس قرار، لم يعني يتحول إلى قرار، صدر عن وزير التجارة الداخلية عمرو سالم، حيث يقول بأننا نفكر بإقامة سكن بديل لمن تضررت منازلهم، لكن بداية يجب أن يكون هنالك بيانات كاملة عن المتضررين وعن الأبنية المتضررة. ما صدر هو استثناء من بعض العقوبات وليس رفع عقوبات، وهو أمر مهم جدا لأن أي أمر إغاثي أصبح مستثنى من العقوبات. بعد اعتبار المناطق التي حددها مجلس الوزراء مناطق منكوبة، أصبح هناك قدرة لمجلس الوزراء لإلغاء مشاريع من الموازنة وتخصيص المبالغ في المساعدات. بما يعني ذلك؟ أنه الأموال التي خصصت لمشاريع ضمن الموازنة العامة للدولة ممكن أن تلغى بعض من تلك المشاريع وتوجه باتجاه المساعدات للمحافظات اللاذقية وحماة وحلب، ضمن هي المناطق التي تضررت من الزلزال. هذا قرار واضح اتخذه مجلس الوزراء الآن، لكن أيضا موضوع جمع البيانات بحاجة إلى دقة وبحاجة إلى سرعة وبحاجة إلى لجان هندسية وإنشائية معنية بالأبنية كي تقدر حجم الضرر الذي حصل على الأبنية التي تضررت جراء الزلزال، كي تقدر حجم الإمكانية التي ممكن أن تساهم بها الجهات المعنية بهذا الاتجاه. وكان ضمن هذا السياق أيضا أنه يجب من اللحظات الأولى أن تؤخذ هذه النقاط بعين الاعتبار بعد تقسيم مرحلة ما بعد الزلزال. الآن وقت موضوع البيانات التي يجب أن تكون بآلية واضحة وسهلة ومرنة للناس لكي يكونوا ضمن تلك القوائم من أجل تأمين السكن البديل. سمعنا ضيفنا من القاهرة طلال عطار يتحدث عن إمكانية المساعدة بهذا الاتجاه، وضمن الاستثناء من رفع العقوبات تستطيع الدول التي كانت تتخوف من موضوع العقوبات على سوريا أو العودة تستطيع أن تعمل وفق هذا التوجه لمدة 180 يوماً. لا أدري إن كان هذا الوقت كافٍ، هذا يقدره الخبراء والمختصون بهذا الاتجاه، ولكن نحن ما يعنينا كسوريين هو رفع العقوبات بشكل كامل ورفع الحصار بشكل كامل. لكن ما يعني الدول الأخرى وما يعني الآخرين أنه في الآن ثغرة إنسانية بالإمكان أن يتعاملوا بها، والأولوية الآن لهذه المنازل البديلة والتي هي عبارة عن بيتونات مسبقة الصنع ممكن أن ترسل بحدود أمتار معينة إلى الأشخاص الذين تضرروا لحين أن يكون هنالك ضواحٍ وأيضا أبنية ضواحي سكنية مخصصة لمن تضرر. الحقيقة الموضوع ليس سهلا لأن من تضرر حسب إحصائيات المراسلين الأولية، هي ليست إحصائيات دقيقة وإنما تقديرية، لأنه حتى الآن الجهات الرسمية لم تعلن عدد الذين تضرروا أو تضررت منازلهم أو الذين بقوا بدون منازل إذا كان من زلزال أو بفعل تداعيات الزلزال، حيث الشقوق والتصدعات والتشققات التي تنذر بكارثة وخطر على حياتهم مئات الآلاف حسب المراسلين المتواجدين على الأرض. في حلب 400 ألف حسب أيضا كأحصائيات أولية من الأشخاص
المراقبين وليس من جهات رسمية، وفي اللاذقية فوق 150,000 ضمن منطقة ومدينة جبلة. حتى الآن لا يوجد لدينا إحصائية رسمية من قبل الحكومة السورية حتى تكتمل هذه البيانات التي ممكن أن تتحدث بها. العملية صعبة ولكن ليست مستحيلة. ما نطلبه الآن قبل بداية هذه العملية هو أن تكون مرنة، أن تكون سهلة، أن لا تدخل في إطار موضوع الإنترنت وأدخل إلى منصة وما إلى ذلك، ممكن أن يكون فيها حرج وممكن أن يكون فيها صعوبة لناس متواجدين في مناطق أيضا يصعب عليهم الآن التصرف بحرية، ولا يمتلكون أي أدوات، لا يمتلكون أي أجهزة، لا يمتلكون ربما أي إحداثيات يمكن أن يتفاعلوا معها. نطالب أن تكون هذه الآلية سهلة، واضحة، مرنة، سريعة لمن تضرر من الزلزال. معي عبر الهاتف الآن الدكتور محمد كردوش، عضو مجلس شعب من حلب. دكتور محمد أهلا بك. الآن كنا نود أن نتحدث عن إدلب، عن محافظة إدلب. اليوم كان قد بدأت الجهات المختصة منذ فترة موضوع المصالحات والتسويات، وتم فتح عدد من المعابر لهذا الغرض، وتحدثنا حينها بأن هذا الموضوع هو ليس آني وإنما هو مسار اتخذته الدولة السورية بعودة أبنائها وبالتصالح والمصالحة التي يجب أن تكون. الآن الزلزال ما فرق بين من يسكن في إدلب وبين من يسكن في جبلة، وبالتالي الوجع واحد والحزن واحد والفقد والضحية واحد كان، وهو المواطن السوري. فينا أن نقول اليوم كيف نقرأ وجود قوافل من الحكومة السورية باتجاه إدلب وموافقة الحكومة على دخول مساعدات إلى محافظة إدلب السورية؟ بأي اتجاه ممكن أن نضعها وبأي مستقبل ممكن أن تسير؟ أختي العزيزة، اسمحي لي أن أقول بداية إن الإعلام السوري وقناة سما بالذات هي عامل أساسي في تجمع أو تجميع المحبة السورية لأبناء بعض لأبناء سوريا. ونحن في إدلب لا نقول بأن هناك مناطق محررة ومناطق غير محررة. إدلب إدلبنا، وأهلنا في الشمال والشرق والغرب كلها هي ملك لهذه البلد، لهذه الدولة. وبالتالي عندما كان قرار الحكومة وقرار القيادة بأن نقوم بإيصال هذه المعونات أو بالوقوف مع أهلنا المنكوبين في داخل إدلب، داخل محافظة إدلب وفي الريف الغربي من محافظة إدلب، هذا قرار حاسم. هذا إن دل على شيء يدل على القيمة العربية الموجودة فيما بيننا والتي تجمعنا إن كان في سوريا بالذات أو حتى على مستوى الوطن العربي. شفتم وشاهدتم كيف أن العرب عادوا إلى رشدهم، وبدأت الأصوات العربية من الشعب العربي وحتى الحكومات العربية أن تقوم وتبدأ بالوقوف مع شعبنا في سوريا، مع محافظاتنا المنكوبة. وفي الحقيقة ليس محافظات، سوريا كلها منكوبة. صحيح أربع محافظات هي منكوبة، إنما المحافظات الأخرى هي منكوبة وقوفا مع هذه المحافظات الأربعة. وبالتالي نقول لكل من يقوم بأي عمل من داخل سوريا أو من خارج سوريا بتقديم أي معونة أو أي شيء، نقول بأن هذا واجب عربي وواجب ديني أن نقوم بالوقوف مع أهلنا المنكوبين من تضرروا. والله يا أختي الكريمة ما شاهدناه في مدينة حلب، أنا خلال اليومين الثلاث السابقة شاهدنا مناظر يبكى لها، نبكي بدون أن نشعر، لأن هؤلاء الأطفال والنساء والرجال كيف يتعاملون مع الإعانات، مع غيرها من المساعدات بشكل عام. لذلك رجائي، وأنا أقول وأناشد كل من يستطيع أن يوصل هذه الكلمة إلى أهلنا وخاصة في خارج سوريا، أن نقوم
بالوقوف جانب أهلنا المنكوبين والذين خرجوا من بيوتهم والذين تضرروا بشكل كبير، منهم بشكل مادي ومنهم حتى بشكل جسدي. والله يا أخي الكريمة، كلما نكتب على في بوست من البوستات لا أقول يرحمه الله، وإنما نقول يرحمهم الله، لأنهم مجموعة من تضرروا. ليس بيت عندما ينهدم البيت في هذه المحنة ينهدم فوق أهله، ليس واحد إنما اثنين وثلاثة وأربعة، لذلك المصيبة كبيرة، ونأمل من الله أن يجيرنا في هذه المصيبة. اليوم إلى أي حد تتوقع أنه يكون في مسار حتى متطور أكثر بين إدلب اليوم السوريين المتواجدين في إدلب وبين المركز في سوريا؟ يعني صحيح بدأت المصالحات وصحيح هاي الكارثة صعبة، عم نشوف صور من محافظة إدلب نفس الصور يلي عم نشوفها من اللاذقية ومن حلب ومن حماة، فعلا يعني هي الإنسان السوري هو المستهدف بهاي الكارثة وهو اللي عم يعاني من هاي الكارثة. عم نشعر نفس الشعور، عم نحس نفس الإحساس، عم نشوف أنه المساعدات يجب أن تكون على الجميع، عم نحس الظلم يأتي إلى كافة السوريين. بهذا الاتجاه هذا المسار لوين رايح بين المحافظة إدلب تحديدا السوريين داخله وبين دمشق؟ إن شاء الله أختي الكريمة، أنا برأيي ونأمل أن يكون هذا المسار يسير نحو الحقيقة، نحو أننا كلنا أخوة، لأن الزلزال وهذه المصيبة لم تفرق ما بين داخل إدلب وخارج إدلب، وما بين إدلب وجبلة، ما بين إدلب ودير الزور، وما بين أي مدينة أخرى، وما بين إدلب وحماة. وبالتالي يجب أن نجتمع جميعا، وهذا القرار الذي صدر بضرورة أن نتواصل مع أهلنا في الداخل وأن نتواصل مع أهلنا الموجودين في محافظة إدلب، هذا كان قرار من القرارات الهامة، وأشكر القيادة السيد الرئيس على هذا القرار الذي حقيقة إن نم على شيء نم على رفع المستوى، على أن مستوانا نحن كعرب وقيمتنا ومحبتنا لبعض لم تفرقها ولم تنهيها هذه الأزمات البسيطة مهما كانت هذه الأزمات ومهما كانت هذه الخلافات، فالعودة إلى رشدنا قد يكون بأسرع وقت، وهذا ما لمسناه الآن، كيف عادت أخواننا العرب وأهلنا في الخارج لرشدهم، وبدأنا نتعاون لسد هذه الثغرة التي ألمت بنا، ونأمل من خلال هذا القرار أن يوصل جزء كبير من المعونات أو جزء كبير من الإعانات لأهلنا المتضررين في داخل إدلب، لأنها أبناءنا وأهلنا في محافظة إدلب، في المنطقة الغربية والمنطقة الشمالية من إدلب والمنطقة الجنوبية من إدلب، كلهم أهلنا وتضرروا والزلزال لم يعرفهم، هم مثل أهلنا الموجودين في حلب وفي حماة وفي اللاذقية. وبالتالي نأمل أن يسير هذا المسار نحو الأفضل، ونأمل أن تصلهم هذه الإعانات بشكل متميز. عضو مجلس الشعب محمد كردوش كنت معنا عبر الهاتف من حلب، شكرا جزيلا لك. أعود وأذكر فيما يتعلق بموضوع وزارة التربية، مجلس الوزراء قرر بأن يوم الأحد القادم 12 شباط فبراير هو عودة للمدارس النظامية ورياض الأطفال أيضا، المدارس العامة والمهنية والشرعية. كثير من الأسئلة تأتي فيما يتعلق بباقي المحافظات، الأطفال والطلاب ماذا يفعلون؟ القرار واضح بهذا الخصوص، في حلب، في اللاذقية، في حماة الموضوع متروك لغرفة العمليات وعلى رأسها محافظ تلك المناطق. هل هو يقدر كيف تسير الأعمال على الأرض، وبالتالي القرار له في عودة هذه المدارس وعودة افتتاحها، عودة الطلاب إلى مدارسهم من عدمه؟ هذا قرار لا مركزي تأخذه المحافظات المتضررة من الزلزال، أما في باقي المحافظات السورية فالقرار واضح، دوام المدرسة طبعا عودة له منذ يوم الأحد. هنا
أطلب رجاء من كافة الكوادر التدريسية والمشرفين والمشرفات على الهيئة التعليمية من المديرين والمديرات للمدارس الحكومية والخاصة وتحديدا مدارس التعليم الأساسي، رجاء لو تخصصوا ولو فترة 10 دقائق، لو تخصصوا فترة 10 دقائق يوميا من كل صباح تتحدثوا من خلالها إلى الأطفال، تتحدثوا من خلالها ما الذي يعنيه الزلزال، ما الذي يمكن أن يفعلوه دون خوف، ما الذي حصل في سوريا، لماذا هذا الرعب النفسي الآن الذي يعيشه أطفالنا، الخوف من الخروج من المنزل أو حتى الخوف من العودة إلى المنزل وهو من المفترض المكان الآمن الذي نشعر به بالأمان، الآن هنالك خوف إلى العودة إلى هذا المكان. الأطفال لا يعرفون ربما هذه التفصيلات، فأرجو عند عودة المدارس أن يخصص وقت بسيط قبل بدء الحصص الدراسية للحديث مع هؤلاء الأطفال، لأنه موضوع المعرفة وموضوع الدعم النفسي وموضوع أن نعرف ما الذي يجري وما الذي يمكن أن نقوم به هو من الأولويات لهؤلاء حتى يأخذوا دروسهم وحصصهم الدراسية وهم بأمان. معي عبر الهاتف الآن الأستاذ الفنان فادي الصبيح. مساء الخير أستاذ فادي، رأيت لك وأنت تتحدث أيضا من جبلة، الجبلة الحقيقة المنكوبة واللي كثير ممكن أن نتحدث بها من خلاله، ولكن أسمع منك أولا. مساء الخير. مساء الخير. شو بدي أحكي، ما بيعرف الواحد يا هنا. الرحمة لأرواح ضحايا الزلزال والشفاء للمصابين يا رب. الوجع كبير يا ست هنا، وأنا هلأ اليوم رجعت من جبلة، فعلا فعلا جبلة مدينة منكوبة بكل معنى الكلمة، وخاصة يعني الناس صارت بلا مأوى، وشايفة كيف هلأ درجات الحرارة الآن، غير هيك الناس يعني ما بتعرفي كيف بدك توقفي وتلملمي وتلملمي دموع الناس، شي كارثة وشي ما بينوصف بالكلمات فعلا. بس بالمقابل شفنا حجم إنسانية كثير كبير، شفنا الناس فعلا يعني جبروت وتعاون، وهم من السوريين رموا بخلافاتهم تحت الأنقاض وبدأوا بالعمل دون أدنى مقومات يا ست هناء. هاي اللمة هي الزلزال الحقيقي للبناء، وأنا كلياتنا منؤمن بالإنسان السوري، لأن سوريا ما عندها رأس مال غير إنسان المختلف والمتميز بأخلاقه بانتمائه بمحبته وبجيرته، وشايفينهم قديش هن الناس عظماء. من خلال محطتكم بتوجه برفع العقوبات بشكل كامل عن سوريا المتضررة، سوريا الموجوعة، والله يرحم اللي ماتوا. الله يرحمهم. يعني يمكن اللي شاف على الأرض تكون كتير مشاعره كتير شيء مختلف، واللي بيزيد الوجع إنه هن، بدنا نحكي هيك بشكل عملي كثير. أيه. شفتهم بعيني، بتشوفي عدد بنايات جنب بعض، بتبقى الثانية متضررة ومايلة والخامسة، فبالتالي انت عندك صف بنايات كلهم حرم من ساكنين، يعني ما ساكنين انحرموا من المأوى، يعني هي كمان فاجعة أكبر وأكبر وأكبر من أجل الحفاظ على سلامة الغير متضرر. يعني وهي نقطة مهمة كثير، يعني اليوم بتشوف بالمرحلة القادمة شو الأولوية؟ يعني احنا قسمنا الفترة الأولى كانت لامتصاص الصدمة، إنقاذ الأرواح، فيما يتعلق بانتشال الجثث، الآن المرحلة الأكبر التركيز فيها على موضوع السكن. نحن عم نحكي عن بيانات، عم نحكي عن آلية واضحة، عم نطلب إنه هاي الآلية تكون سهلة ومرنة، يعني ما نروح بتعقيدات لحتى هالناس المتضررة مو ناقصها تعتير أكثر، فعم نطلب تكون الآليات واضحة بهذا الاتجاه. لا شك هذا شيء مهم، لأنه نحن يعني الآن مثل ما قلنا كلياتنا هلا تلقينا الصدمة حاليا، ولكن الفترة القادمة هي الأهم، هي لأنه رح تعمل شيء بالمجتمع والناس، شيء كتير عميق، يعني غير حالة بقى الأشياء والحاجيات اليومية. ف
فيعني لا شك انه الكل بحاله خليني اقول فوضى او ضغط او انفعال. فهذا اكيد ما بيخليه، بس اكيد بالاخير رح يكون في يعني مؤسسات اكيد تنظم هي القصص، تعمل شيء استراتيجي لقدام بمعنى انه مش بالاشهر القادمه بنهايه يعني هلا الشتاء ان شاء الله باقي له شهر يعني بيصير اهون على الناس، ولكن مثل ما قلتي نحن بحاجه ترتيب الافكار، بحاجه الاولويات النظمه، بحاجه الناس هي التبرعات اللي عم تجمع، هي المصاري اللي كثير فعلا يعني كبيره، فهي ما بعرف اذا بتقدر الناس تعمر من خلالها او تبني من خلالها، واكيد الدوله ما راح تقصر بهذا الشيء ومثل ما بدنا شايفين يعني. أنا بدي أسألك فادي الآن عن المبادرات يلي عم نشوفها من قبل فنانين سوريين وعرب في سوريا وخارج سوريا أيضا مؤثرين، اليوم حضرتك كنت بجبلة، إلى أي حد ممكن هذا يعني ربما حالة خلينا نعممها بهذا الاتجاه، إلى أي حد بتأثر إذا كان على النفسيات أو حتى بتأثر على الدعم المادي يلي هم بحاجته؟ لا شك هي ست هناء نحن تعلمناها بالبيت، يعني ما في حدا فينا الا النازل وطالع لعند جاره 200 مره، يا اخذ له يا جايب له، هيك قضينا يعني كانت جزء من تربيتنا هي القصه. هلا بشكل اعم وبشكل اكبر وحاليا اللي عم يصير يعني مبادرات رائعه، مشكوره كل الدول اللي وقفت جنبنا، مشكورين الاصدقاء العرب فعلا والفنانين العرب كمان اللي وقفوا جنبنا، يعني هي شغله خليني اقول مو حاضر فيها غير فكره الانسان، الانسان والانسان والانسان، لا لتحزبات ولا لتفرقه ولا لاي شيء، يعني نحن فعلا بالازمات والكوارث الناس كلها بتوقف مع بعضها، والاخلاق البيضاء فعلا بتسود وبتطفو وبتضغى اي شيء ثاني، ولا بدنا، وانا فعلا يعني هيك من خلالكم بوجه رساله صغيره كثير، انه بلا التنظيرات على هذا بيصير وهذا ما بيصير وهذا صح وهذا صار، خلونا نحط كل هدول القصص الان ونشتغل بشكل عريض وبشكل صادق، هذا ضروري جدا لحتى فعلا نكمل هذا المشوار ونقدر نتجاوز هي الكارثة وهي النكبة اللي نحن فيها. يعني وقت العمل، لا وقت هلأ نندب لأنه الألم كبير بالضبط. والجرح كبير بالضبط. ولا بالضبط. وقت نلقي على بعض اتهامات جزافة. لا جزافا أنت موالي حتى وأنت معارض حتى وأنت أبداً 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 ايه؟ حزينين على كلنا على, على, على على إدلب كما حزينين على 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 أي مكان بسوريا بسوريا وخارج سوريا صار في كوارث لا شك، المصاب كبير وفعلا بدنا نكون هيك متروين وخلص، وكيف كل واحد فينا بيشوف مبادرته بأي طريقة بأي سلوك يصطفل هو حر، المهم فعلا الفعل وفعلا يا ست هناء وقت اللي بيكتبوها وبنقرأ على الفيس رغيف الخبز بيعمل فرق، فعلا هو فعلا بيعمل فرق، هو فعلا أنا شفته بعيني كيف بيعمل فرق، وأنا رحت على مناطق قريبة من مدينة جبلة اليوم اسمها العسالية كمان من المناطق التي ضررت بشكل كبير، وشفت مجموعة الصليب الأحمر اللبناني مشكورين وكل الأخوة العرب اللي وقفوا جنبنا مشكورين، شفت بعيني وفتت على بيوت الناس وفتت على الناس اللي متجمعة بكل 30 شخص هلأ صار ببيت تعرفي انت يعني، فشفناهم وهيك ووقفنا معهم، وإن شاء الله يا رب هيك نقدر نكون عملنا شيء يعني. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ فادي أصبح الفنان السوري، بشكرك جزيل الشكر. شكراً. على كلماتك وعلى معلوماتك أيضا، شكرا جزيلا. نتابع معكم أيضا بالتطورات اللي ممكن أيضا تتحدث عن أي التعاملات اللي ممكن تستثنى من العقوبات والحصار الاقتصادي. طبعا بهذا الشأن نحن بنقول أنه هذا واقع ونحن نتحدث به، يعني رغبتنا أنه يكون الحصار مزاح بالكامل وما في لا قانون قيصر ولا غيره، لكن للأسف هذا الواقع نحلل به إعلاميا ونشرحه إعلاميا. وزارة الخزانة الأمريكية سمحت بمعالجة أو تحويل الأموال نيابة عن أشخاص من دول أخرى إلى سوريا أو منها لدعم المعاملات المصرح بها. انتبهوا إلى هذا البيان الذي يكمل، لا يسمح بأي معاملات بشأن استيراد النفط أو المنتجات البترولية ذات المنشأ السوري أيضا،
إلى الولايات المتحدة ولا معاملات تنطوي على أي أشخاص مشمولين بنظام العقوبات ضد سوريا. بدنا نحكي أكثر كمان عن الاستثناءات، نحن عم نفصل فيه بالسياسة والإعلام، لكن كثير من الغيورين على سوريا والمتضامنين معها تحت عنوان الإنسان السوري كان لهم مواقف أخرى وحديث آخر. أمس استضافت القنوات التلفزيون الجزائري الرسمي المسؤولين عن فرق الحماية المدنية الذين أتى عدد منهم إلى سوريا ليتحدثوا بهذا الشأن وبهذا الاتجاه حتى يقوموا ويعملوا بفرق كفرق متطوعة للإنقاذ. تحدثوا عن أن هذا الموضوع هام جدا وكان يجب أن يحصل، وأن سوريا هي مثل الجزائر وكأن هذا الفريق موجود بسوريا وبالجزائر تماما كالذين أتوا من لبنان والذين أتوا من مناطق أخرى، من الإمارات، من سلطنة عمان، من إيران، من العراق. كان هنالك كثير من الأصوات التي نادت أيضا بفك الحصار ورفعه. أمس كان هنالك وثيقة موقعة من عدد كبير من المثقفين والمثقفات العرب والعربيات وتم تداولها بموضوع رفع الحصار والعقوبات لمستمر لسنوات طويلة. وهنا نقول أيضا أنه الشعب السوري قبل قليل قال الأستاذ فادي صبيح أنه رغيف الخبز عم يفرق، وهي نقطة كتير مهمة لأن الشعب السوري كان أساسا يحتاج إلى مساندة ويحتاج إلى دعم، وهذا ليس عيبا، ما زال محافظا على كرامته، ولكن هذا هو الواقع الذي فرضته الحرب وفرضه الحصار وفرضته العقوبات الاقتصادية وفرضه من يعني يحاصر هذا الشعب حتى بلقمة عيشه برغيف الخبز. فبالتالي عندما نقول بأن الشعب السوري ليس فقط بحاجة إلى غذاء أو إلى دواء أو إلى خدمات يومية، إنما هو بحاجة كل شيء، وخاصة ما يتعلق منه بالخروج الآن من هذه الكارثة، بداية بدء عمليات الاستقرار لعائلات منكوبة. تقديرات أولية تقول بأنها تجاوزت مئات آلاف الأسر التي هي بحاجة إلى سكن بديل الآن، وأساساً سوريا كانت تعاني من مشاكل في السكن وأزمة خانقة في السكن. وزير التربية يتحدث إلى الزميلة شام اف ام وقال بأن هناك 46 شهيدا، 46 شهيدا من طلاب ومعلمين في اللاذقية، 46 شخص من الطلاب ومن المدرسين. يجري إحصاء عدد الضحايا في بقايا المناطق والمحافظات في بقيتها. الأبنية المدرسية الحديثة يطمئن من يمكن أن يعود إلى المدارس مجهزة لتحمل وتقاوم الهزات بدرجة 7 على مقياس ريختر، والأبنية التي تعرضت للصدوع هي أبنية قديمة. طبعا أيضا يحتاج هذا الموضوع لأخصائيين حتى يتحدثوا عنه، موضوع الأبنية القديمة أو مبنوع الأبنية الحديثة، لأنه كثير من الذين تحدثنا إليهم قالوا بأن الأبنية التي تهدمت في جبلة هي أبنية حديثة غير مطابقة للمواصفات. فبالتالي موضوع بناء قديم وموضوع بناء حديث ربما يحتاج إلى أخصائيين يتحدثوا به أكثر. أما موضوع أن المدارس فهي تقاوم الزلازل حتى درجة 7 على مقياس ريختر، فهكذا يتحدث وزير التربية دارم طباع الآن. ربما في أهالي يتخوفون من هذا الموضوع ويتخوفون من عودة أبنائهم إلى المدارس. أقول لهم بأن من يكون في المدرسة كما في المنزل، يعني لا يستطيع أي أحد أن يتوقع أو يتنبأ ما الذي يمكن أن يحصل أو ما الذي يمكن أن يحدث. حسب كافة الخبراء الذين استضفناهم والمعنيين والمختصين بأن الزلزال الذي حدث في هذه المنطقة ستبقى له هزات ارتدادية، لكنها تأخذ بالتناقص شيئا فشيئا، وبالتالي هذه الهزات حسب هؤلاء ربما تبقى لأسابيع فيما يتعلق ب
تداعياتها. أما أن يحصل زلزال في مناطق أخرى فهذا لا أحد يعلم به، هم تحدثوا عن المنطقة التي حصل بها الزلزال وامتدادها والتي هي جنوب تركيا مرورا بمحافظة اللاذقية، مدينة جبلة اللي هي ضمن المحافظة أساسا، حلب، حماة، وبعض من مناطق في طرطوس وفي حمص. امبارح كان أيضا هنالك فريق من المساعدات الذي وصل إلى منطقة القدموس حيث تضررت قلعتها الأثرية جراء تصدعات أصابتها وأصابت بعض الأبنية وبعض المنازل التي يتواجد فيها سكان، تم إخلاؤها حسب ما تحدث رئيس مجلس المدينة، تم إخلاؤها من سكانها، والآن تتم أيضا تقديم المعونات لهذا الموضوع. بلغ عدد المدارس المتضررة حسب وزارة التربية من الزلزال 599 مدرسة، وهو رقم ليس بقليل، لأنه كان بالأساس في تضرر لهذه المدارس في الحرب وبلغ عددها كبير، وأتت الجهات المعنية رممت عدد كبير منها لأنه كان في جزئية وخاصة في الريف كانت تتخذ مقرات للمسلحين وتم تدمير كثير منها أثناء الحرب نتيجة الأعمال العسكرية. الآن عادت مرة أخرى المدارس وتضررت ودمر منها الرقم الذي ذكرته 599 مدرسة حسب تصريح وزير التربية. معي الآن الأمين العام للحزب الوحدة والديمقراطي الاشتراكي في موريتانيا محفوظ ولد عزيز ليتحدث لنا الآن عن الواقع العربي الذي أحيط بالكارثة التي ألمت بسوريا. تفضل سيد محفوظ ولد عزيز. أهلا وسهلا. بقلوب يعتصرها الألم والأسى والحسرة على ما شاهدناه في الأيام الأخيرة وما كنا نشاهده منذ 12 سنة منذ أن شنت هذه الحرب الظالمة الكونية على الشقيقة سوريا، لا يسعنا في هذا المجال إلا أن نشكر وبشكل أساسي تلك الجهود العربية وتلك الضمائر العربية التي صحت وهبت إلى نصرة الشقيقة سوريا، وتلك أيضا الجهات والدول المؤمنة بحق الإنسان وبحقوق الإنسانية في هذه الفترة من الزمن التي وللأسف غطت فيها الحقيقة غيوم من الدجل والكذب والزور، وصارت الحقيقة كذبا والكذب حقيقة. ما يسمى بقانون قيصر اللعين هذا ليس قانونا أمميا وإنما هو قانون أمريكي الصهيوني، أرادت من خلاله الصهيونية العالمية وسيدة البغاء العالمي والجريمة المنظمة الولايات المتحدة الأمريكية أن تشن به حربا اقتصادية إجرامية بعد أن شنت حربا إرهابية طالت الأخضر واليابس خلال 12 سنة المصارمة. نحن في موريتانيا لا نستطيع أن نقول أننا متضامنون، لأن التضامن بالنسبة لنا أقل مما يجب أن يكون لدينا اتجاه الشقيقة سوريا. الشقيقة سوريا وقفت إلى جانب العرب وإلى جانب العروبة. الشقيقة سوريا هي التي قلت أمتنا خلال المئات السنين المنصرمة بالثقافة وبالكوادر الطبية وبالمهندسين. نحن في موريتانيا كدولة ناشئة ما يناهز 90% من كوادرنا الطبية ومهندسينا وإداريينا هم خريجو الجامعات السورية. سوريا لم تقصر في تاريخها بحق العروبة والعرب. سوريا اليوم ما يحدث ما يجري
في سوريا هو نتيجة لمواقفها الصامدة عبر تاريخها في مواجهة أعداء الأمة العربية، وخصوصا الكيان الصهيوني الذي زرعته الإمبريالية العالمية والنظام الغربي في قلب أمتنا العربية. سوريا ينقصها اليوم كل شيء إلا الكرامة، لأنها دافعت عن كرامتها ودافعت عن عروبتها ودافعت عن قيمها ودافعت عن قيم أمتها. سوريا تدفع اليوم ثمن دفاعها المستميت عن قضايا الأمة العربية. فيجب أن يكون لدى العرب أن يصحب ضمير العربي وأن يقفوا إلى جانب سوريا في محنتها التي تواجهها. سوريا وقفت إلى جانب العروبة والعرب، سوريا هي أم العروبة والعرب، سوريا هي القدعة الصامدة التي بقت الشعلة الأمامية في مواجهة غلام الصهيونية الليل الدامس الذي طبق على أمتنا في العقود المنصرمة، والذي وللأسف الشديد لم ننتبه إلى ما نحن فيه حتى وقعنا في هذه الوضعية وللأسف المؤسفة. فسلام منا وتضامن منا ودموعنا إلى جانب الشقيقة سوريا وإلى جانب المنكوبين في الشقيقة سوريا، لأن نكبتهم هي نكبتنا وجروحهم هي جروحنا، جروح غائرة في قلوبنا. فلهم منا كامل المحبة والولاء، ونشد على أيادي الجيش العربي السوري والقيادة السورية المؤمنة الصابرة المجاهدة في مواجهة هذا الإجرام وهذا الطغيان الذي ظهر جليا من خلال هذه الواقعة أن أوروبا لا إنسانية لها، والإنسانية لديها هي سلاح يسلط ضد الشعوب المضطهدة. أوروبا لا إنسانية لها، والولايات المتحدة الأمريكية قامت على الجريمة، قامت على إبادة الهنود الحمر، وقامت على الاضطهاد، وقامت على القرصنة، وما زالت تمارس هذا إلى يومنا هذا. وسوريا هي ضحية للقرصنة وللإجرام، فقانون القيصر الذي يتكلمون عليه عنه ليس قانونا، وإنما هو جريمة أمريكية، جريمة قرصنة أمريكية في وضح النهار. شكرا جزيلا. فلسوريا منا التضامن، ولها منا الاستعداد للموت في سبيل الدفاع عنها. وشكرا للجيش العربي السوري وللقيادة العربية السورية، وشكرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وشكرا للأشقاء في لبنان، وشكرا للأشقاء في الجزائر الذين ما قصروا، وشكرا لأشقائنا في العراق. فهؤلاء صحا لديهم الضمير العربي والضمير الإنساني، فالإنسانية هي تليدة أمتنا. الإنسانية إذا لم تكن أمتنا هي أم الإنسانية، فظهر جليا أن لا إنسانية لدى الغرب ولا إنسانية لدى الولايات المتحدة الأمريكية سيدة الإجرام العالمي. شكرا جزيلا للسيد محفوظ ولد عزيز، أمين عام الحزب الوحدة والديمقراطي الاشتراكي في موريتانيا، شكرا جزيلا لك. طبعا قبل قليل السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد يزوران مركزي إيواء في جامع زين العابدين وفي كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس. كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس كانت أحد مقرات مراكز الإيواء، بالإضافة إلى غالبية الجوامع، حيث أقرت وزارة الأوقاف وأعلنت أن جميع دور ومراكز العبادة هي تعتبر مفتوحة أمام من تضرر جراء الزلزال. وكانت هذه الزيارة للمتضررين من زلزال في مركزي إيواء كانت ضمن الزيارة أيضا المخصصة لرئيس الجمهورية مع السيدة الأولى لعدد من المناطق، منها المواقع الميدانية للبحث عن انتشال جثث أو ناجين. في أيضا كان موضوع المستشفى والاستماع إلى الكوادر الطبية، بالإضافة إلى الحديث مع المرضى، حديث لوسائل الإعلام عن الواقع في الداخل و
رسائل الرئيس الأسد إلى الخارج بالإضافة إلى مراكز إيواء وهما مركزان، أتابع في هذه التغطية أولا بأول بالأخبار العاجلة وضمن التطورات السياسية المحيطة بهذه الكارثة الطبيعية والإنسانية. عمار كنج فاضل المحامي معي الآن عبر الهاتف من دمشق. أستاذ عمار أهلا بك. الآن من جبلة أستاذ عمار تتحدث الآن بعد من جبلة. بعد مرور هذه الأيام على الزلزال، ما الذي يمكن أن نتحدث به؟ مبدئيا كارثة إنسانية كبيرة، كارثة على كافة المستويات، هزت مشاعر أهالي جبلة والمواطنين، هزت مشاعر السوريين، هزت مشاعر العالم كله. زلزال ما فرق أبدا بين أي مواطن مواطن آخر، لكن ردة فعل المواطنين هي أيضا كالزلزال، لأنه الكل تعامل مع هاي الواقعة بدون العودة لأي خلفية أخرى. يعني مثل ما أجى الزلزال كانت ردة فعل المواطنين السوريين كالزلزال. الزلزال لم يفرق بين أحد من السوريين، وردة فعل السوريين لم تفرق أحد من السوريين في الإنقاذ، في الإعانة، في مد يد العون، في فتح مراكز الإيواء، في استضافة، في كل شيء، في الإجلاء، في رفع الأنقاض. موقف صحيح الزلزال كان له أثر كثير مدمر على النفوس، لكن ردة فعل المواطنين السوريين والشعب السوري كانت مشرفة ويستحق الجميع التحية. فرق الإنقاذ متواجدة من أول يوم، الآليات، الدفاع الوطن، الدفاع المدني، الهلال الأحمر من لبنان موجودين، كل ما فينا نحكي عن تقصير أبدا نهائيا. في هذه الأثناء قافلة مساعدات عراقية جديدة تدخل معبر البوكمال وتحمل مواد غذائية وإغاثية على متنها. أستاذ عمار، اليوم ربما كانت جبلة يعني من أكثر جبلة كانت من أكثر المناطق التي تضررت، من زارها وأنت واحد منهم أيضا يرى وعبر مراسلين يرى الضرر الكبير الذي حصل بالأبنية المتراصة إلى جانب بعضها البعض. شفنا المجتمع الأهلي كيف كان له أيضا مواقف هامة جدا بالدعم. جداً. أنا مبدئيا أنا جنب أحد الأبنية المتهدمة والآليات موجودة. في مجموعة من السيارات جاي من لبنان مباشرة. دفاع مدني لبناني طبعا بغض النظر، في السوريين كل الموجودين، كل فعالياتهم، شرطة وأمن وآليات ثقيلة كبيرة عملاقة، وفي الأشقاء اللبنانيين حاليا هون بجبلي موجودين. اليوم في أمل أنه نعثر على ناجين بعد مرور هذه الأيام؟ في أمل؟ والله تعرفي هذا موضوع علمه عند الله، بس يعني بتضل الإنسان بيتعلق بأي أمل يعني. حتى الأناس اللي قضوا بيضلوا هني يعني شيء غالي بالنسبة لأهاليهم، فإيجادهم شيء مهم، والفرق عم يشتغلوا وقفوا لا ليل ولا نهارها، حتى ليلا يعني عم يشغلوا مولدات جايبيننا معهم، حتى الفرق الروسي جايبين مولدات عم تشتغل دائما بالليل، وعم تشغل فرق الإنقاذ ليل النهار. اليوم مجلس الوزراء أقر بأنه ممكن إلغاء مشروعات من الموازنة العامة للدولة وتحويلها إلى المناطق المنكوبة. ما الذي يعنيه ذلك عمليا؟ هلا مبدئيا هي تقريبا مثل قانون الطوارئ، بيتعلق تنفيذ القوانين، بيتعلق تنفيذ الموازنات، هذا كله بيدعم المناطق المتضررة وبيساعد على لملمة الجراح، على لملمة الأنقاض، على إعادة الإعمار. بحق طبعا نحن بسوريا ما عندنا تشريع بالنسبة لاعتبار المناطق منكوبة، هذا الموضوع موجود ب القانون الدولي، لكن مجلس الوزراء اليوم اجتمع مشكورا، وهذه خطوه كثير ممتازه جدا، لانه بتعتبر مناطق تقريبا شبه مناطق طوارئ. طيب اليوم وتنقل اعتمادات من الموازنه العامه الى موضوع
المناطق يعني هي أعلنت أستاذ عمار الحكومة أعلنت نعم أنه هذه نعم المناطق هي مناطق منكوبة كونك نعم محامي أود أن أستوضح منك قانونيا ما الذي يعنيه ذلك؟ هلا هو تقريبا قريب الى قانون الطوارئ. نحن بسوريا ما في عندنا شيء اسمه مناطق منكوبه، موجود هذا الشيء في القانون الدولي، يحق للدوله تستعين بالمنظمات الدوليه، يحق لرئيس الجمهوريه او لرئاسه مجلس الوزراء الاتصال بالامين العام للامم المتحده واخباره عن انه منطقه في سوريا او في اي منطقه في العالم تعرضت لكوارث طبيعيه كالزلازل، البراكين، الحرائق، الفيضانات وتعتبر مناطق منكوبة، وهون بتصير المساعدات تجي إلى هذه الدولة إلى المنطقة مباشرة دون المرور بالحكومة. أشكرك جزيل الشكر المحامي عمار كنج فاضل، شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف من جبلة. قبل قليل إذن وصول قوافل مساعدات تأتي من معبر البوكمال من العراق، كثير تواصل أشخاص اعتباريين يعني من العراق ليتحدثوا عبر وسائل الإعلام وإلينا عن إمكانية المساعدة والمساهمة بأي شيء ممكن أن يدعم، وأنا هنا أتحدث عن على الأقل ما يعنينا نحن بهذا الفضاء الإعلامي الكبير، ما الذي يمكن أن نفعله أيضا كصحفيين وإعلاميين كأصحاب رأي ممكن أن يكون. قلت هو فتح غرفة عمليات لا تحتاج أن نكون متواجدين كتواجد مكاني، وإنما على وسائل التواصل الاجتماعي تبدأ من تشكيل هذه الأسماء عبر هذه الغرفة، ومن ثم إيكال المهمات وتوزيعها على من يريد أن يقوم بها، وأيضا نبدأ بإرسالها إلى الجهات المعنية إذا كان في الاتحاد الأوروبي أو في الولايات المتحدة أو حتى لمؤثرين في مجتمعاتهم ولديهم آراء أو هم قادة للرأي في مجتمعاتهم من فنانين ومن إعلاميين ومن مؤثرين ومن من يعملون في مجال السياسة والثقافة والاجتماع، ممكن أن نتواصل معهم. والآن هو وقتها، لأن الموضوع له أبعاده الإنسانية، له أبعاده وتداعياته الاجتماعية التي بدأت تطفو إلى السطح. قلت قبل قليل بأنه المرحلة القادمة هي المرحلة الأصعب من العمل، وهي المرحلة الأصعب من الاحتياجات، هي مرحلة أنه الناس بدأت تعي ما الذي يحصل، بدأت تعي بأنها خسرت منازلها وخسرت بيوتها وخسرت ممتلكاتها، وبالتالي ما الذي يمكن أن تفعله في المرحلة القادمة هو ربما الأساس، وهو الذي يؤرق كل من في مركز إيواء أو كل من يكون لدى قريب له أو كل من فقد منزله. الآن أذهب إلى فاصل ومن ثم أعود لأكمل معكم الحصة الأخيرة من هذه التغطية. طبعا في الأخبار التي ترد وممكن أن نذكرها متعلقة بالحدث السوري، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعو إلى
إزالة العقوبات عن سوريا، لا سيما بعد الزلزال المدمر الذي ضربها. جير بيدرسون المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا أيضا يقول بأن السوريين المتضررين من الزلزال هم يعانون من جراء العقوبات الاقتصادية التي تطالهم ومن جراء قانون قيصر، لكن بهذا الشأن التصريح وحده لا يكفي، التعاطف اللفظي لوحده لا يمكن أن يقدم شيئا للسوريين، القلق الذي تبديه أيضا الأمم المتحدة أو جميع المنظمات الأخرى لا يكفي. هنا كان النداء واضح وهنا كانت الرسالة واضحة. تحدث رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بشكل واضح بقائمة من المتطلبات التي يحتاجها السوريون في المرحلة المقبلة، في مقدمتها المعدات الثقيلة ومن ثم المساعدات التضامنية. حجم الكارثة كبير، حجم الأضرار كبير جدا، حجم الحاجة والمساعدة أيضا كبير. وكنا دائما نتحدث أنه أساسا أن السوريين أساسا كانوا بحاجة إلى كثير من الدعم في كافة المجالات نتيجة الحرب الطويلة عليهم ونتيجة الحصار الكبير، حتى نتيجة بعض العوامل الداخلية، لكن الآن نتحدث عن وضع جديد يعيشه السوريون جراء كارثة طبيعية. من المفترض بعد إعلان الحكومة السورية عن مناطق منكوبة أن يكون هنالك تحرك عاجل من قبل المنظمات الدولية والمنظمات العاملة بالشأن الإنساني حول العالم وفي الإقليم وعربيا، وهذا ما يأمله ويحتاجه السوريون في هذه المرحلة. تحدثنا وتواصلنا مع مراسلين ومع أشخاص هم قائمين على عملية المساعدات وإيصالها إلى مستحقيها في عدد من المناطق وتحديدا في مراكز الإيواء. أنا أتحدث دائما بضرورة وجود قاعدة بيانات. أمس بعض الأشخاص الذين لم تتضرر منازلهم ولكن تحدثوا إلي وقالوا بأنهم خائفون أن يعودوا إلى منازلهم وفضلوا الذهاب إلى مراكز إيواء مع المجموعة للعودة إلى منزلهم. خافوا العودة، خافوا من ردات اهتزازية. يجب أن يكون أيضا هذا الموضوع متخذ بعين الاعتبار. بشكل يومي نطلب نحن الآن عبر قناة سما، نطلب أمرين. الأمر الأول أن يخرج كل يوم أخصائي فيما يتعلق بموضوع الزلازل والجيولوجيا ويتحدث عن التطورات الطبيعية التي حصلت بعد الزلزال وما هو المتوقع علميا وكيف تسير الأمور علميا. أمس كان هنالك هزة ارتدادية أيضا بثت الرعب لدى الناس ولو أنها كانت خفيفة، لكن موضوع أنه الهزة موجودة، موضوع أنه ما زلنا نفكر ما الذي يحصل، موضوع أننا خائفون كما يتحدث الناس على المستقبل، على أطفالنا، على 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 المدد الزمنية، مع كثرة الشائعات، مع دخول أشخاص غير مختصين وغير مهنيين وفقط يريدون أن ينظروا أو يريدون أن يتحدثوا أو يقتنعوا بأشياء غير علمية. نحن هنا على هذه الطاولة كوسيلة إعلام غير مصرح لنا أن نتحدث أنه ما الذي يمكن أن يحدث إلا إذا صرح مختص أو خبير بهذا الشأن. هذه مسؤولية أخلاقية ومسؤولية إنسانية قبل أن تكون مسؤولية مهنية. لذلك وجب على كل من يطلع على وسائل التواصل الاجتماعي أن تبحث عن الأخبار. إن كنت تأخذ معلومتك من وسائل التواصل اذهب إلى المواقع الرسمية، المركز الوطني للزلزال في سوريا ممكن أن يتحدث لك مدير المركز الوطني للزلازل ويتحدث بمزيد من التفصيلات. المسار الثاني الذي نريده ونعتبره أيضاً
هو ضرورة في هذه المرحلة، هو مؤتمر صحفي يومي لشخص مسؤول في الحكومة السورية ليضعنا بصورة كافة التطورات المتعلقة ليس فقط بما يجري على الأرض وإنما بالورش التي تعمل، بالأبنية التي ممكن أن يرجع إليها أهاليها أم لا، ما الذي يمكن أن يفعلوه في هذه الحالة. كنا قد وضعنا قبل قليل عدد من أرقام الواتساب أو التليفونات لمن يريد العودة إلى منزله، ورقة في منزله، شيء ما مريب، لا تدخل إلى هذا المنزل قبل أن تتأكد وتأتي الورشة وتضمن لك سلامة منزلك. من هو مسؤول عن هذا التوجه؟ أكيد هو مجالس المدن والمحافظات بوجود لجان أخصائية وداعمة لهذا الموضوع. أما موضوع المدارس أيضا، حسب وزير التربية يقول لا يوجد أي أخبار أو أي شكوى وصلت إلى وزارة التربية عن مدارس متصدعة. ربما في كثير من الحالات لم يزر المسؤولون عن المدارس هذه المدارس وقت من بعد ما حصل الزلزال، لأنه كان في عطلة لتلك المدارس رسمية. إذن الأمر الواجب اتخاذه الآن ابتداء من الغد السبت أن يذهب مختصون ومسؤولون مع مدراء المدارس للكشف عن هذه المدارس قبل أن يأتي إليها الطلاب يوم الأحد. إذا كان في المناطق المتضررة أو المنكوبة أو حتى في المناطق التي لم تتضرر، لأنه شفنا حادثة في ريف دمشق في حرستة، 4 أبنية قد سقطت نتيجة تضررها وتصدعها، وكان في رجلين توفيا تحت الأنقاض، وشفنا حادثة أخرى أيضا في حماة للأسف، وقوع خزان مياه من على سطح منزل نتيجة تصدع، وراح طفل قضى نتيجة هذا التصدع ونتيجة تداعيات هذا التصدع. إذن الآن الأولوية بالنسبة للمدارس أن يذهب مختصون مع مدير المدرسة ليتأكد أن هذه المدرسة خالية من التصدعات قبل أن يذهب الأطفال يوم الأحد 12 شباط. أتابع بالشأن السياسي، معي الآن أحمد الشاطر اتحاد أيضا وأيضا مسؤول في العلاقات السورية الليبية من ليبيا. أستاذ أحمد الشاطر أهلا بك. كان في موقف من الحكومة الليبية، والآن أتحدث إليك بالصفة صفتك التي تمثل والقريبة أيضا من الشباب ومن الطلاب، وأن قضيت فترة طويلة في سوريا، ما الذي يمكن أن نتحدث به؟ مساء الخير أخت هناء، وفي البداية تعازينا الحارة الأخوية لكل أبناء الشعب السوري الذين فقدوا الضحايا، نحسبهم عند الله شهداء في هذا الزلزال المدمر، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يشفي ويعافي كل المصابين، ونشد على أيديكم ونحن معكم في خندق واحد. وأنا أحييكم بصفتي رئيس الاتحاد العام للطلبة العرب ولازال، وبصفتي المرافق العام للعلاقات الليبية السورية ولازال، ونحن نعمل من ليبيا الآن على توجيه المساعدات والدعم اللازم للأشقاء السوريين، ونشعر بأن هذا جزء بسيط من واجبنا. واسمحي لي أن أحيي من خلال قناتكم الرائعة قناة سما السورية القيادة العام للقوات المسلحة العربية الليبية والسيد القائد العام المشير خليفة حفتر، الذين أرسلوا جسر جوي وصلت منه طائرتان ومحملات بثلاث سيارات إسعاف ومواقف ذاتية، وهذا قليل من كثير. نحن لا نحسب في معونات ومساعدات من أبناء الشعب الليبي ليتم إيصالها من خلال أوكيلا، وهذا أقل دور لنا في مواجهة هذه الأزمة. وقريبا جدا ستجدون معكم على الأرض السورية على رأس وفد نقابي عربي وفعاليات عربية أخرى. نعم. طيب بهذا الشأن اليوم كيف شفت ردود الفعل الآن العربية والدولية؟ نحن الحقيقة بالنسبة للفعل العربية الرسمية نعتبرها محتشمة ومختجلة وعلى حياة وليست في المستوى المطلوب، ولكن الحمد لله المضارة التي على قد كسر هذا الجمود وهذا الحصار المفروض على سوريا العروبة والصمود، وبدأت الطائرات العربية تنزل من مختلف الدول العربية. نحن نحيي
العراق اللي شفنا جذره الجوي الاول، والجزائر والامارات والاردن وليبيا وتونس وكل الدول العربيه اللي اعتبر اذا نسيت دوله اللي ارسلوا معونات، وهذا شيء بسيط جدا ينبغي ان يكون بشكل اكبر من هكذا بكثير. كما نحيي الدول الاخرى، جمهوريه ايران الاسلاميه اللي شفنا دعوماتها في البدايه، روسيا الصديقه، فنزويلا التي جاءت من عشرات الاف الاميال. اما الدور الحقيقي السيء والمخيب لمنظمه ما يسمى بمنظمه الامم المتحده والدور التآمري الامريكي والصهيوني والاوروبي ايضا الفرنسي والبريطاني وغيره الذين ما زالوا يزايدون وما زالوا يتطاولون وما زالوا يحاولون تقسيم المجتمع السوري الى اقسام ما انزل الله بها من سلطان. حتى في هذه الازمه والماساه ما زالت الامم المتحده وامريكا وهيئه المذهب العالمي يلعبون دور خطير جدا في حصار سوريا، وهذه الماساه ينبغي ان توحد ابناء الشعب السوري وتوحد ابناء الشعب العربي ايضا، لان ما عاد في شيء مخفي اكثر من هذا التآمر في مثل هذه الازمات يعني. واحنا شايفين يتفاخرون على تركيا، احنا الشعب التركي المسالم لا مشكله لدينا معه، رحم الله من توفى منهم وشفاء من المصابين، ولكن عندنا مشكله مع الحكومه التركيه التي تحتل اراضي في سوريا وفي ليبيا في اماكن اخرى. احمد مبارك الشاطر المنسق العام للعلاقات الليبيه السوريه عبر الهاتف من ليبيا، شكرا جزيلا لك. إذن كنا نتابع عبر الصور أيضا من السويداء، كان أكثر من قافلة وصلت إلى محافظة اللاذقية من مقدمة من أهالي السويداء، كان في كثير من أيضا القصص الفردية التي ممكن تأريخها وتوثيقها في هذه المرحلة التي تمر بها سوريا، والتي يمكن أن تعطي انطباعا عن طبيعة هذا الشعب، عن واقع هذا الشعب الذي حوصر، الذي هجر، الذي خسر الكثير، لكنه ما زال يعج بالإنسانية في داخله. نتابع معكم دائما مشاهدينا الكرام مع زملائي في غرفة الأخبار عبر نشرات الأخبار وفي التغطيات المباشرة عبر البرامج السياسية مع زملائي. ألقاكم بخير.